وشائك في الحقيقه مش مفيش بيت ما بياكلوش منه وشكوى في كل العالم. يعني هنتكلم عن ADHD ان شاء الله هكون اول اوبجكتيفز او الاهداف بتاعتنا ايه المحاضره اللي هنطلع منها النهارده ان شاء الله. اول حاجه اوفر فيو يعني ايه ADHD، ايه هو ADHD بالظبط وكل النواحي بتاعته. ثاني حاجه هي الكلينيكال براكتس جايد لاينز فور ذا دايجنوز اند ايفالويشن اوف ADHD. ايه هي الجايد لاينز اللي احنا ماشيين عليها؟ اللي هي طبعا الافورد من الامريكان اكاديمي اوف بيدياتكس، ازاي اشخص الطفل ده اللي هو ADHD ها وازاي اعالجه. واخر حاجه طبعا الايفيدنس زي ما قلنا تريتمنت في هؤلاء الاطفال. عايزه اقول لكم الصوره دي مليانه ناس يعني عظماء ها؟ لحد يعرف حد يعني فيهم لاعب الباسكت المشهور قوي، فيهم اللي يعرف طبعا طبعا ابراهام لينكولن واجاتا كريستي اينشتاين ها؟ كان اي دي اتش دي. الناس دول يا جماعه كلهم دول فيمس بيبول وعندهم بيعانوا من اي دي اتش دي. يعني الموضوع مش صعب وموضوع منتشر جدا وممكن الطفل ده يبقى يونيك او يبقى بايونير في حاجه ها؟ بس هيحتاج ايه؟ دعم بتاعك، هيحتاج ازاي اعرف اتصرف معاه؟ ازاي اعالجه؟ ازاي اوجهه؟ ازاي احطه على الرايت تراك؟ تمام عشان يطلع طفل سوي زي بقيه الاطفال. دي مش معجزه. تعالوا بقى طبعا زي ما اتعودنا في كل حاجاتنا ان احنا الاول نبتدي بسيناريو عشان نقرب القصه لبعض ونسمع القصه هاو تو بريزنت في الحياه العامه بتاعتنا. الطفل بتاعنا النهارده هو 7 سنين اتحول لعيادة الطب النفسي بايه؟ تحول مامته جايباه عشان كانت كونسيرن اباوت ديسربتيف بيهيفير. ديسربتيف بيهيفير يعني سلوك مش طبيعي، سلوك مش سوي، سلوك فيه عند، فيه عنف، فيه وهكذا ها؟ في الاطفال دول دايما ما يسمعوش الكلام وبيأذي غيره وبيضرب غيره والمدرسه اشتكت منه وفي البيت متضايق مامته وبالتالي ايه؟ بدا يتحول علينا عيادة النفسي. تمام؟ كمان كان في شكوى بور سكول بيرفورمانس، ما كانش ماشي في مدرسه كويس، كان عنده مشاكل في الدراسه، مشاكل دراسيه. And has been reported by his teacher for disturbing the other students، برضه مزعج للناس الاخرى او لاقرانه اللي في الفصل. And constantly leaving the bench، على طول بيتحرك ويسيب الديسك بتاعه ويخرج، ده 7 سنين، 7 سنين ده سن سنه اولى ابتدائي او ثاني ابتدائي كمان، بعض الاحيان لو دخل طفل ندري يعني ان هو عارف ان هو يقعد في مكانه. لا. طبعا كأي حالة جاية لك في العيادة الخارجية، طبعا انت بتتكلم جنرال بيدياتريشن مش متخصصين، حالة جات لك تقوم تشتكي الشكوى دي، طبعا يو شود تيك افول هيستوري من أول طفل اتولد، تمام؟ في أي حالة في حياتك، الهيستوري هو رقم 1 و2 و10 عشان تعرف تشخص الحالة صح، تمام؟ احنا طبعا لما جت دورة بقى معاك كده في الزمن، الطفل ده كان مولود فول تيرم بيبي، كان جود بيبي بس ما كانش بينام كويس، كان مزعج، كان طفل مزعج، ألو لما كان تودلر شويه كبر شويه كان لافينج تشايلد كل حاجه بس اولويز اون ذا جو، عشان الاطفال الشفاقيه بتجري قدامكم في اي حته بتروحوها وامه بتجري وراه ها كان حاجه كده. كيكت اوت اوف تو داي كيرز بيكوز اوف هيز بيهيفير، طلب من 2 حضانه عشان كان سلوكه برده ايه مش سوي. في البري سكول بيريود كان اجريسيف، كان طفل عنيف، ما كانش طفل حبوب كده ولذيذ، كان بيضرب غيره ممكن يعض غيره. امبالسيف اندفاعي يعني ممكن يعمل اي تصرف وهو مش حاسب ايه حسابه. طبعا محتاج كلوز سوبرفيجن باي ذا بيرنتس اول ذا تايم. كبر شويه برده كان كويس قوي بس برده كان بور ليسنر، ما كانش بيسمع قوي، ما كانش منتبه قوي وكان برده ستيل ديستربتيف. دخل المدرسه الابتدائي كان برايت شاي يعني كان طفل ذكي كل حاجه لكن الجريس بتاعته كانت افريج جريدز وكان العنف بتاعه برده بيزيد والديستربتيف بيهيفير ما زال موجود. تمام؟ طيب عايزه اقول لكم دي مسميات الاي دي اتش دي على مر العصور، الهيستيريكال برسبكتيف يعني على مر العصور، شوفوا زمان كانوا مسمينه ايه؟ ديفكت في مرض يعني الطفل مش متربي، ما عندوش اخلاق، كانوا مسمينه كده بالظبط في 1902، بعد كده اتطور قالوا ايه ده؟ ده مينيمال برين دامج سيندروم، لا ده مينيمال برين ديسفانكشن، لا ده بداوا بقى يسموه الاي دي اتش دي يمكن من سنه كام؟ 80 بداوا يقولوا اي دي اتش دي او اي دي تي، لغايه النهارده اسمه الاي دي اتش دي. اخر دي اس ام 5 طلعت اللي هي 2013، اللي ما يعرفش ايه هي دي اس ام 5 دي اختصار دياجنوستيك اند ستاتستيكال مانوال اوف منتال ديس اوردر، ده تابع عندنا كده يا جماعه في عيادة السيكاتري ها او في النيورولوجي، في تشخيص كل الامراض عشان اقول الطفل ده عنده مرض معين او ديس اوردر معين لازم يكون في كريتيريا معينه في هذا الدي اس ام. اخر فيرجن طلعت هي الفيرجن 5 اللي هي 5 في 2013 اللي فات، منتظرين بقى ان شاء الله الفيرجن تبقى تنزل عشان اقول هو اي دي اتش دي لازم يكون في زي ما هنشوف دلوقتي الكريتيريا المعينه دي في وقت معين بشروط معينه، مش اي طفل شقي قدامك وبيتحرك يا جماعه، الطفل ده هو شقي، ما ينفعش الام او حد تطلب من ابنك ان هو يقعد جنبك على الكرسي دلوقتي، ما ينفعش، طفل عنده طاقه، عايز يجري وعايز يلعب وعايز يتنطط، هل كل طفل بيتحرك وبيتنطط هقول عليه ان هو اي دي اتش دي؟ طبعا لا مش معقول، هل كل طفل عنده مشكله في الاتنشن او الميموري هقول عليه ان هو اي دي اتش دي؟ لا طبعا برضه مش معقول، عشان كده حطوا لنا كريتيريا معينه اشخص بيها هؤلاء الاطفال، تمام؟ طبعا الموضوع عالمي عالمي على مستوى كل ايه؟ العالم، تمام؟ بنقول
لي ADHD اتش دي طبعا هو الموست كومن بيهيفيرال ديس اوردر في الاطفال. كان بيسالني الصبح دكتوره رشا، دكتوره اسمك ايه؟ اسمك ايه دكتوره رشا؟ نهال. لا نهال، لا اللي هي قاعده قدام اللي هي دكتوره. انا بدر. ما شاء الله. اتسالني عايزين نتكلم في حاجه بيهيفيرال يا دكتوره ايهاب. الاي دي اتش دي موست كومن بيهيفيرال ديس اوردر في الاطفال، تمام؟ وطبعا الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس او الامريكان سايكاتريك اسوشيشن ها كانت حاطه نسبه البريفلنس بتاع الاي دي اتش دي، الكلام ده كان 2013 كان 5%. النهارده احنا في 2021 احنا خلصنا الكلام ده كده على 2020، تمام؟ طبعا الموضوع يا جماعه في ازدياد. شوفوا كده يا جماعه الاحصائيات دي، طبعا دي سي دي سي داتا هو حاجه عالميه بقى على مستوى امريكا يعني العالم يعني. شوفوا يا جماعه من 2003 ل 2016 احنا بنعلى، كانت 6% في 2016. طبعا احنا ستيل ايه اون ذا رايز. وطبعا البرزنتيشن في الاعمار المختلفه طبعا يعني عيل بتاع 3 سنين مش هيبان قوي المشاكل بتاعته غير ما يبقى عيل عنده 12 17 سنه. طبعا كل ما بيكبر كل ما بتبان مشاكله ايه اكبر وتبقى ظاهره اكتر. بنقول الاي دي اتش دي طبعا هو بيحصل في الاولاد اكتر من البنات. الايج بيبدأ فيه المرض البري سكول ايج من 3 ل 6 سنين، لكن عشان اشخص الطفل ده تشخيص بالظبط مش قبل 7 سنين، تمام؟ اللي هو سن المدرسه غالبا لو يبدأ فيها فعلا المعاناه الفعليه. طبعا عندهم بره امريكا بيكون مشخصين من 6 مليون طفل عندهم اي دي اتش دي، ها؟ وبياخدوا طبعا ميديكيشن. 6 مليون بره بياخدوا ميديكيشن. بالنسبه لنا بقى احنا دي احصائيات طبعا عالميه، احنا في مصر هنا الحقيقه في ناس برضه اشتغلوا ريسيرشرز واساتذه يعني اجلاء عملوا ابحاث برضه على اي دي اتش دي هنا في مصر، طلعوا بريفلنس دي الجامعه اعتقد بالها وطلعين 20% في نسبه الاي دي اتش دي في مصر. جامعة دي كانت ما بين كفر الشيخ والفيوم طالعين برضه نسبة قريبة برضه ايه 20%. طبعا الأولاد برضه أكتر ايه من البنات. بنقول برضه نسبة حدوث مرض الـ ADHD أعلى في الأولاد عن البنات بنسبة 4 لواحد، تمام؟ أو 2 لـ 4 لواحد، يعني كل بنت يقابلها 4 أولاد مصابين. طيب ايه اللي بيعمل المرض ده؟ ايه سببه؟ الإتيولوجي ADHD. لسه كان الدكتور أحمد بيكلمني وبيقول ايه سبب الـ ADHD عمال بيزداد؟ ليه الأطفال عندها الـ ADHD؟ تفتكروا ليه؟ افتكروا ليه يا جماعه؟ افتكروا ليه يا دكتور؟ ايه سبب المرض ده؟ بسأل حضرتك افتكري ايه السبب؟ السبب ممكن يكون ما كانش بيتشخص من الاول او الاهل ما بيروحوش يشوفوا. لا ايه سبب المرض من الاساس؟ مش سبب ان هو البريفلنس عالي. يعني بسأل بس ايه سبب المرض من الاساس؟ يعني ليه الاي دي اتش دي حاصل اصلا؟ ليه الاطفال عندها اي دي اتش دي؟ عندك سؤال يا دكتوره؟ قصدك ان الطفل بيخرج بيندفع عنده طاقه عايز يطلعها. ده حصل قوي على فكره فتره الكوفيد، الاطفال كلها بقت اي دي اتش دي فعلا وعندهم مشاكل. لا بتكلم عن مثل الاي دي اتش دي اصلا موجود ومثبت من زمان. ايه سببه؟ حد يعرف ايه سبب الاي دي اتش دي؟ حد عنده اي فكره؟ حاجة اي سبوز حاجه في الكيميكال بتاع الجنين، تمام؟ حاجه في نيوترانسميتر، ماشي. ها ايه تاني؟ في البيئه المحيطه، الستريس بتاع الحياه نفسها، الريتم بتاع الحياه نفسه اسرع، سواء السوشيال ميديا والحاجات اللي بتتعرض للاطفال في سن بدري. لازم يكون في حاجه في الجينات مثلا. هو ده بقى اللي انا عايز اسمعه، ان كل حاجه النهارده يا جماعه اي مرض في العالم لازم يكون له جينات بيزس، لازم مفيش حاجه بتبقى بس معتمده على الانفايرمنت، تمام؟ كل حاجه النهارده ليها جينات بيزس توجذر ويز انفايرمنتال امباكت او حاجه شغال عليها من الانفايرمنت تؤدي لحدوث ايه؟ هذا المرض او ظهوره. اشمعنى المرض ده حتى لو جين موجود في طفلين، اشمعنى ظهر هنا في الطفل ده وما ظهرش في الطفل ده؟ الانفايرمنت اللي حواليه بتبينه. انت بتعمل جينيتك اكسبريشن في هذا الطفل، تمام؟ اوكي. فبنقول الاسباب طبعا حاجات كثيره جدا وفيروس كثيره جدا ونظريات كثيره جدا، احنا طبعا اهمها زي ما قلنا جينيتك فاكتورز افكتنج الدوبامين ترانسبورترز، تمام؟ موستلي هيد انجري نظريات وقع على دماغها، مش كل الاطفال طبعا وقعت على دماغها او حصلها هيد انجري. بريماتشور ديليفري لقوا ان نسبه الاطفال اللي بيولدوا بدري عن ميعادهم بيحصل لهم ايه؟ بعض بالنسبه فيهم كثيره اي دي اتش دي. لو بيرث ويت حاصل بصراحه ما تشغلني نيوتولوجي، بس طبعا لازم بقى نتابع الاطفال اللي لو بيرث ويت ده لما بيكبروا بيحصل لهم ايه؟ معظمهم عندهم فعلا اوتيزم او اي دي اتش دي لو بيرث ويت، مش كلهم بس معظمهم، تمام؟ انفيرمنتال فاكتور زي ما قلنا عن بوليوشن، كان حد بيقول تلوث، لقوا نسبه الليد الرصاص عاليه جدا في الاطفال اللي هم عايشين على شوارع على هي الهاي واي او جنب المصانع ولو هم عندهم اي دي اتش دي الرصاص. طبعا الام بقى بتدخن للاسف ساعه الحمل انتي نيتال اللي دلوقتي بنشوف امهات قاعده على القهوه بتشرب شيشه وبتشرب دخان الموضوع فعلا بقت ظاهره منتشره جدا، تمام؟ مش هقول بيشربوا، ما اعرفش يمكن الشرب ده بقى اكتر الكحول الالكوهوليكس يعني، تمام؟ لكن الدخان ده انا شفته كتير فعلا عندنا شفته كتير، ما اعرفش هنا ايه هو يعني في المحافظات الاخرى، تمام؟ لكن ظاهره الحقيقه تحتاج الدراسه. طبعا الاسباب الثانيه بتقول ان الافرج هيريتابيلتي اكتر من 75%، يعني لو الطفل ده ابوه او خاله كان عنده اي دي اتش دي هيبقى عنده عرضه ان يحصل له اي دي اتش دي.
تمام. لو طفل اخوه هو ممكن اخوه عنده اي دي اتش دي ففي هيريتابيلتي يا شباب. دي فانكشن في الفرونتال لوبس دي برضه ايه سبب من الاسباب اللي هي مسؤوله عن الانهيبيشن والاكسكيوتيف فانكشن. يعني ايه اكسكيوتيف فانكشن؟ اللي هي الناحيه التنفيذيه اللي هي اديك مثلا حاجه تعمليها فانت هتبصي فيها الاول وتفكري وركن ميموري وبعدين تنفذي تحلي. دي اسمها الاكسكيوتيف فانكشن. الطفل لما عنده مشكله في هذه الناحيه تمام الانهيبيشن هو يقعد نفسه عايز يقوم عايز يتحرك. الطفل لا اقعد هيعمل ايه اللي نفسه كنترول. الطفل ده عايز ان هو يعمل الكنترول ده لنفسه تمام. المسؤول عندنا يا جماعه الفري فرونتال لوبس. في بعض الناس عندها ديفرنس في البرين سايز ستراكشرز تمام ابنورمال برين اكتيفيشن ديورنج اتنشن اند انهيبيشن تاسك. لقوا بقى في مشاكل ساعات في بعض الارياس برين زي اللي قلنا البري فرونتال كورتكس بيزال جانجليا السيريبيلم ها اللي هي الارياس المسؤوله عن ايه زي ما قلنا اكسكيوتيف فانكشن ابيليتيز تمام. فالطفل ده عنده مشكله في ريسبونس انهيبيشن والسبيشال الوركينج ميموري بتاعته. ففي الاخر يعني نقول حاجه من الاخر كده تفضل في ذهنك تخرج بيها النهارده المحاضره في جينيتك ريسك فاكتورز حصل البري نيتال افكشن او انتي نيتال فاكتورز انفيرمنتال فاكتورز. في الاخر الطفل ده حصل له مشكله ها وبدا يظهر عليه هذه الاعراض وبالتالي هيبين ايه كل كلينيكال بيتش. هتعالج المشكله ايه بتاعته؟ الطفل ده انا دلوقتي جاي لك عنده مشكله وانا عايز احلها عايز احلها عشان يعيش حياته بشكل طبيعي وسط البيت وسط المدرسه وسط اصحابه في النادي ها. ما هو الطفل ده مش عارف يتكيف. الطفل ده مش بس الاهل عندهم مشكله الطفل ده عنده مشكله وتاني سبب الاهل مشكله زي ما قلت الطفل ام بتجري طول الوقت فبعمل لها تعب نفسي ها. الطفل ده غير اصحابه في المدرسه مش ماشي كويس في الدراسه سلوكه مش سوي في الدراسه او مع اصحابه حتى مع اقرانه تمام. فطول الوقت عنده مشكله عايز ايه مساعده الاهل عايزين مساعده هو عايز يساعده. فاحنا عندنا impairment in several domains of functioning عندنا مشكله في الاكاديميك اتشيفمنت في المدرسه وبالتالي عندنا interaction problems مع اصحابه. اصحابه بيقولوا دايما بينقدوه او دايما الطفل تلاقيه موصوم ان هو مش كويس موصوم ان هو الطفل مش سوي او ده الواد ده بيعمل مشاكل الواد ده مش كويس ده ايه ده ودايما يعني غلبان كده ومدير منبوس ملوش اصحاب كفايه. ايه البروجنوز بتاع الاي دي اتش دي؟ هو الطفل هيكبر هيفضل عنده اي دي اتش دي ولا هيخف لما يكبر؟ الحقيقه من 50 ل 80% من الاطفال دول بيكملوا لغايه الادلت تمام. وطبعا لازم طبعا الطفل ده يكون بيتعالج لان يعني طبعا ليها ابعاد لما يكبر يبقى عنده اي دي اتش دي طبعا الاعراض بتختلف يعني اكيد مش هيقعد يتنطط في الشغل ها لكن هيبقى عنده ايه ترابل ان ليسننج ما يبقاش مستمع جيد ها عايز يخلص عايز يقوم لا ده زهقان على طول مش بتنقل من حته من تاسك لتاسك مش غير طبعا الطفل عمال يتنطط ويتحرك في كل الاتجاهات تمام. طبعا الاعراض ايه بتختلف كل ما بنكبر اكتيفيتي بتقل شويه لكن طبعا الاتنشن بروبلمز بتظل موجوده. بيقول هو الادلت اوتكمز انكلودنج سايكاتري طبعا كوموربيديتي والاي دي اتش دي كو اوكيرز بيحصل كوندكت كوندكت اللي هو مثلا اللي هو يسرق يكذب يأذي غيره اللي دي بقى سالها الدكتوره بدر الصبح ان شاء الله هتكون في محاضرات لحد باذن الله الكوندكت بروبلمز كوندكت ديس اوردرز كرونيك كريمنالز عنده مجرم الطفل بقى موصوم بقى ومش كويس يا جماعه دايما على الطريق الوحش محدش بيصلح حاله فيفضل مع ايه مع اصحاب السوء او مع ايه الناحيه السيئه. الكترونيك كريمنالز يبقى مجرم سبستانس ابيوز كل ده ممكن يخش فيه لما لو ما اتعالجش لو وصل ايه لمرحله الادلتهود تمام. وقلنا طبعا وان اي دي اتش دي هو كيرز مع ديبريشن ريسك اوف سوسايد عالي جدا ممكن طبعا يعني يتجه بقى ايه لا قدر الله للانتحار مع ان حالات الانتحار زايده جدا ها في عالميا مش بس هنا في مصر تمام. عشان اقول الطفل ده عنده اي دي اتش دي زي ما اتفقنا مش كل طفل شقي مش كل طفل عنده مشكله في الاتنشن هقول عليه اي دي اتش دي. طبعا الكور سيمبتومز هم ايه؟ الاتنشن هايبر اكتيفيتي امبالسيفيتي تمام؟ طيب في دكتوره كانت بتكلمني او بتسالني او حد من الزملاء كان بيسالني هو الاي دي اتش دي معاه حاجه ثانيه اه طبعا معاه كوموربيديتيز الطفل ده مش بس كور سيمبتومز معاه ممكن عنده كوجنيتيف بروبلمز مشاكل في بعيد ده عن الاتنشن لا هو عنده اصلا مشكله في مثلا ليرنينج ديسابيلتيز ممكن behavioral problems ممكن emotional problems زي ما تلاقي الطفل ده مش سهل ان هو يعني حد مثلا زقه يروح قايم ضربه حد قال له كده يروح قايم ضربه عنده emotional dysregulation تمام ما بيتحملش بسرعه اي كلمه ها دي عنده مشكله. neurodevelopmental problems عنده social communication problems بعض الاطفال motor difficulties ممكن عندهم مشكله في الكتابه يمسك قلم يمسك يعني عنده fine motor troubles. طبعا دي معظم الشكاوى اللي تيجي من الامهات تقول لك ايه؟ ما بيسمعنيش دونت سيم تو ليسن بكلمه كانه مش سامعني. فيرست سيتويشن اديله حاجه يعملها وادي بيمسح يعملها في البيت ما بيخلصوش في المدرسه ما بيخلصوش داي دريمرز كانه قاعد كده ايه بيحلم في الاحلام اليقظه مش بيركزش دي دايما بيضيع حاجته دايما عايز طول الوقت سوبرفيجن ودايركشن طول الوقت
requires more on the direction يجي من حاجة لحاجة ودايما confused and seem to be in a fog مش مركز. طبعا ADHD بنقول انها is not due to a lack of skill or knowledge but is a problem of sustaining attention effort and motivation of or of anything يعني هو للأسف الطفل ده معندوش مشكلة هو ينفس حاجة عارفها لا هو عنده مشكلة هو ينفذها ازاي تمام يعني it is a disorder of performing what one's know not of knowing what to do لان هو عارف مش عارف ان يفوت وقت دلوقتي انا عارف بس مش عارف تمام ان هو عنده مشكلة هو يعمل يعني انهبيشن لنفسه ان هو يركز فده فعلا مرض مش دلع او شقاوة او قلة ادب لا طب سؤال بقى لحضراتكم جاوبوني عليه which of the following is not essential criteria for ADHD هيبقى activity ولا inattention ولا emotion simulation ولا impulsivity مش essential criteria تمام احنا خلاص قلنا الاسينشال هما ايه ثلاثه inattention هيبقى activity وايه وimpulsivity تمام طبعا الشالنج بقى كده طبعا انا كدكتورة اطفال او حضراتكم مثلا تحاولوا تشوفوا في حاله مثلا وتبعتوها لنا ده في تشالنج زي ما قلنا في طفل شقي ام مثلا صارمه جدا ها عايزه ابنها يتنوع على الكرسي ده مش متضايقه هتقول اقعد هنا اقعد انا على الموبايل اقعد اتابع الحلقه او اعمل اي حاجه مدرسه مدرسه في مدارس كده اغبيه قوي ها وللاسف لسه ثقافات المدارس ان هم يخلوا بالهم من الاطفال دول او يتعاملوا مع الاي دي اتش دي بيشنتس لسه حقيقه مش 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 منفذه او مش مفعله بالشكل الجيد كمان زي يمكن عالميا بره لسه ام الحقيقه بعت لي صوره على الواتساب ام يعني عندي يعني ابن اي دي اتش دي في اليابان الديسك بتاعه فيه عجله من تحت ها ديسك بحيث ايه يساعد الطفل هو قاعد في كلاس روم مانجمنت تيبس لازم يعملوها عشان هؤلاء الاطفال طبعا انا بس بتكلم ان المدرس بس تفهم الطفل عنده مشكله تفهم ان هو عنده اي دي اتش دي قاعد قدامها تعامله بعامله كويسه تفهم ان هو ممكن يقوم يلف لفه ويقعد ها تفهم الباثولوجي اللي عنده فالتشالنج فيها ان انا اشخص الطفل ده تمام ان هو طفل طبيعي ولا مش طبيعي لازم اخد داتا طبعا من المدرسه داتا من البيت داتا اعرف ايه الديفلوبمنتال نورمز بتاع هؤلاء الطفل ده في الاتنشن والاكتيفيتي تو دايجنوز التشايلد سؤال ده لحضراتكم ان شخص طفل هو اي دي اتش دي يو شود امبلاي ايه دي اس ام كرايتيريا ولا الكونرز ليفل سكيل اكيد كلكم سمعتوا على الكونرز بتقروا اكيد وبتذاكروا ولا ما سمعتوش عن الكونرز قبل كده ها سمعتوا عليه طب سمعتوا عليه طب شخص طفل بايه الكونرز ولا شخص دي اس ام كرايتيريا دي اس ام طبعا عشان اشخص اي حاجه احنا فعلا من الاول هو الكتاب بتاعي مرجع بتاعي هو دي اس ام كرايتيريا تمام ده الكتاب بتاعنا يا جماعه ده اخر فيرجن نازله طيب دي اس ام كرايتيريا بقى ايه هي بقى ايه هي بقى هقولها لكم دلوقتي الدي اس ام كريتيريا يا جماعه بتاعت الاي دي اتش دي تنقسم الى جزئين جزء نازل في الانتنشن عشان اشخص انتنتيف في الدي اتش دي وجزء نازل في هايبر اكتيفيتي امبلسيفيتي عشان اقول الطفل ده عنده هايبر اكتيف امبلسيف الدي اتش دي تمام ممكن يجيب الاثنين ممكن انا كده كده بسال على الكريتيريا دي وبسال على الكريتيريا دي دول كام عرب تسعه دول تسعه عشان اقول اللي هو بوزيتيف هنا الانتنتيف لازم يكفر 6 على 9 اتليست 6 على 9 من هنا و6 على 9 من هنا لو هيجيب الناحيه الثانيه تمام فبنقول 6 of more or more of the following symptoms of inattention have persisted لفتره لا تقل عن 6 شهور عدوا ممكن اكتر بس مش اقل من 6 شهور تمام طبعا inconsistent مع الديجري يعني الطفل ده عنده مشكله في developmental limit and that negatively impacts اللي social والacademic والoccupational يعني الولد ده مش عارف يعيش كويس مش ماشي في مدرسه كويس academically social عنده problems اوكيوبيشن مش عارف يشتغل ماشي ففي عنده ايه مش فانكشنال بروبلمز تمام ايه بقى اول حاجه دي اول كريتيريا في الاتنشن اهي اوفن فيلز تو جيف كلوز اتنشن تو ديتيلز ما بيديش اتنشن للديتيلز تمام اور ميكس كيرلس ميستيكس ان سكول ورك وورك اور اذر اكتيفيتيز تمام دي اول حاجه طبعا بسال ام طبعا عن واحده واحده بالعربي بقعد اترجم لها واسالها عن واحده واحده من دول بيدي يعملها غلطات ما بتتعملش ها بتحس ان هو ما بيديش كلوز اتنشن او انتباه جيد طيب طبعا often has difficulty sustaining attention هو يفضل بقى منتبه sustained attention يعني في الفصل مثلا وفي المدرسه او في play activities often doesn't seem to listen زي ما كلمته كده بوصل كده بيبقى سامع كده وشايف كمان ولا تحس ان هو مش مركز معاكي ها طيب often doesn't follow through on instructions باخد منها مثلا تعمل حاجه يفنش سكول ورك معين يعمل حاجه في بيت معينه ما بيعملهاش بغض النظر بقى هو عنيد او لا اقول له روح اعملها يعمل حاجه ثانيه ينسى تقولي ايه عامل ايه ماشي often has difficulty organization مهرجل ليه حاطه مهرجله كتبه الدنيا مهرجله هدومه مهرجله دايما ما بيحبش او يشتغل او avoid dislike ان هو او reluctant ان هو engage في task في ايه محتاج mental effort تمام بعيدا عن الحاجات دي عشان هو بالنسبه له مقلق مزعج ماشي often بيضيع حقه بقى lose things necessary for تقول لك بيضيع حقه يقول لك دي على طول على
تنزانيه كتب على طول طول الوقت. Is it distracted by external stimuli؟ يعني ايه؟ على طول مشتت. احنا واقفين اهو عشان نتكلم معاك اهو، انتوا مسمعيني كويس دلوقتي؟ كان في اصوات بره، انتوا برضه معايا. ها ده بتلاقيه بص بره، شم ريحه بس، اي حاجه ليه بص للشباك، بيفشل ان هو يدي فعلا ايه انتباه جيد. سهل التشتت بشكل رهيب. دايما يقول لك انا نسيت، I forgot، على طول. تمام، احنا كده قلنا تسعه inattentive كريتيريا للاتنشن. تمام، طيب الهايبر اكتيفيتي بقى برضو بقى لها 6 شهور، دي الكريتيريا بتاعت الهايبر اكتيفيتي بقى مش اقل من 6 شهور برضو زي ما اتفقنا. تمام، وبرضو مؤثره طبعا على الاوكيبيشنال اكاديميك اند سوشيال فانكشن، او طول الوقت بيتنق قاعد مش بيفرق على الكورس، فيجيتنج طول الوقت. تمام، يسيب الكورس ويخرج من الفصل. طبعا ده مش طفل، بتكلم عن 3-4 سنين، ده طفل عنده 7 سنين. تمام، تمام، على طول تحس ان هو يطلع فوق دور بيطلع فوق دولاب، يقول لك بيتشعبك على الحيطان، حاجه يعني فعلا ايه مش معقوله. اوفن هاز ديفيكولتي ان بلاينج او ان اور انجيجنج ان اكتيفيتيز كوايتلي، عامل غاده ودوشه طول الوقت. تمام، طيب دايما تحس ان هو اون ذا جو، يقول ايه الواد ده كان ايه من ساء، تعالوا لسه احنا في الاول ما تقلقوش خشوا. تحس ان هو اون ذا جو، ها كان يقول لك الواد ده كان راكب مشطار عمال مكوف بيتحرك في كل الاتجاهات، بيتكلم كتير، رفاهي، لتاب، يلد ويعجن، ها؟ طول الوقت. دايما اندفاعي بقى، ان هو ايه؟ ممكن يقول يندفع بالاجابه اما السؤال ما يوصل لاخره، ما يستناش دوره في طابور، دايما يقاطع الناس وهي بتتكلم، انتربت اذرز، تمام؟ احنا كده قلنا ايه؟ 9 كريتيريا من الهايبر اكتيفيتي امبالسيفيتي، جميل جدا. طيب، عشان اقول دي طبعا دي بقيه الكريتيريا بتاع دي اس ام 5، شروط حدوث هذه الكريتيريا ان يكون الطفل ده قبل 12 سنه، مش بعد كده. تاني حاجة يكون الشكوى جاية من مكانين، أبقى حياتي، ما أقولش البيت بيشتكي الأم دي مش كويس، البيت بس بيشتكي مدرسة تقول لك زي الفل، مش حاجة، لا مش عارف، مش كده، تمام؟ فالشكوى بتجي لي دايما أقول لها الشكوى اللي في المدرسة قالوا عليه حاجة، تمام؟ بعتوا لك قالوا لك إيه؟ إيه الشكوى اللي جاية من عندكم؟ وبالتالي بنعرف من تو إيه السيتنجز أو في الناس، لازم أجيب ريبورت وأعرف برضه في المدرسة فيها إيه. اوكي دلوقتي عندي كلير ايفيدنس اوف كلينيكال سيجنيفيكانت امبيرمنت، يعني الولد ده طبعا عنده درجات مش عارف يذاكر، مش عارف يقعد في مدرسه كويس، عامل ترابلز مع اصدقائه طول الوقت وهكذا. طبعا بنقول سبيسيفاي ذا اي دي اتش دي برزنتيشن، يعني ايه سبيسيفاي؟ يعني اعرف هو كومبايند برزنتيشن، يعني هو بيفولفيل ان اتنشن اند هايبر اكتيفيتي امباسيفيتي ولا حاجه واحده؟ ها في عندي ممكن يبقى عندي بريدومينانتلي ان اتنتيف بس، يعني هو عنده شويه انتباه بس، ولا عنده مشكله في هايبر اكتيفيتي امبالسيفيتي ولا الاثنين؟ طبعا النص كمان هو ايه؟ الكومبايند الحقيقي. طيب هل طفل الاي دي اتش دي ممكن يكون معاه كوموربيديتيز؟ يعني ايه يا جماعه كوموربيديتيز؟ يعني حاجه ثانيه معاه حاصله، تمام؟ مش بس الاي دي اتش دي كريتيريا، للاسف ممكن، للاسف ممكن. طيب ايه الحاجات اللي ممكن؟ ده سؤال ليكم انتوا بقى. As regard the comorbidities of ADHD, which is commonest? Nocturnal enuresis ولا اوبوزيشنال ديفيانت اللي هو الطفل العنيد، كوندكت ديس اوردر ولا ليرنينج ديسابيلتي ولا مود ديس اوردرز اللي هو الدبريشن والانكزايتي ولا التكس؟ ايه رايك؟ ها؟ لا مش ليرنينج ديسابيلتي. ها ايه رايك؟ مين تاني؟ مين يرفع ايده؟ كلهم. ها؟ هم كلهم صح بس في حاجات كومنست. ها؟ يعني مود ديس اوردرز. ها؟ الكومنست الحقيقه هي المود ديس اوردرز اكتر طبعا، الايه؟ الدبريشن والانكزايتي الحقيقه طبعا يليها على طول ايه؟ الكوندكت والاوبوزيشنال ديفيانت، ده بيبقى طفل عنيد فعلا، ها؟ ومش طبيعي في هذا الموضوع يعني. تمام. هو طبعا للاسف الاي دي اتش دي معاه تلت الاطفال دول عندهم كوموربيديتيز، ماشي؟ طبعا ساتش كومباينيشن طبعا كان جريتلي كومبليكيت دايجنوزز، الطفل زي لسه بقول بحكي للدكاتره بقول لهم لما طفل يجي لك بسلوك مش سوي تدور على الاي دي اتش دي. لما الطفل يجي لك انكشس وعنده مش وعنده تكس بس، يعني تيجي لي اطفال كتير عندهم مثلا عينيهم، عارف التكس بقى اللي هي يعمل حركات لا اراديه زي مثلا يفضل سواء يكح او حاجات بايديه او حاجات بعينيه او حاجات بوشه او ينفخ او حركات تكس اللي هي لزمات زي ما بيقولوا لزمات، دور على الاي دي اتش دي. تمام، ممكن يكون كوبربيلتي للاي دي اتش دي. تمام، طبعا ده بيصعب مهمتنا في العلاج. تمام، الطفل يعني بيبقى انكشس وعنده مشاكل كتيره محتاجه ان انا احلها بالراحه، محتاجه تيم كده، محتاجه ان انا الام تتعاون معايا، مدرس تتعاون معايا، احنا معاه من ناحيه والسايكولوجيست من الجلسات من ناحيه. تمام، الناس كلها عشان تحطوا على التراك زي ما قلنا بالطريق الصحيح عشان يطلع زي الاظن اللي طلعوا يعني. ها تمام، طبعا ده موست كومن ديسربتيف، احنا قلنا طبعا الكوندكت اوبسيشنال ديفرنت بيهيفير 40-60% مع المود ديس اوردر، انتي سوشيال بيهيفير، اجريشن، ها تمبر تانتم، هي نوبات الحياه، تقدر تدخل في نوبات حياه مش طبيعيه، يقعد يصرخ ويزعق بشكل ملحوظ من غير اي داعي. طبعا الانزايتي ديبريشن زي ما قلنا
اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر ممكن طبعا يكون برده مصاحب للقصه دي والتكس زي ما اتفقنا. فاحنا عندنا ايه للاسف كوموربيديتيز. طيب طبعا نيجاتيف بيرنت اند فاميلي اتيتيودز، لو الام بقى فضلت تضرب فيه والاب يضرب فيه والطفل ده مش متربي راح مديرهم بقى شكاوى مدرسه، اشمعنى اصحابه كويسين هو لا، مش بس دراسيا مش كويس ده كمان سلوكيا مش كويس. تمام طبعا اقول لك ده غير كويس ده عايز يتربى ويضرب، هو ما حدش بيفهم هو عنده مشكله وتوجه للدكتور حتى لو جينا للبيدياتريشن يقول ده عنده بروبلم، لا على طول بياخدوا ايه نيجاتيف اتيتيود. تمام طبعا الطفل هيزيد سوءا عند عنده مشكله وهيزيد انزايتي، تبقى انت بقول اراضي بقى يجي لك بقى التكس اكتر، اكيد طبعا روح مدرسه مش عايز يفتح كتابه اما المدرس راح الواحد منه موقف، يمكن حد عادل يشوف مدرسه مثلا يقول له وديه الدكتور ده كذا، لو اخصائيه مثلا شافته وتنبأت ان هو عنده مشكله احتمال. طبعا اكاديميك فيلير بور سوشيال ريليشن شيب لو سيلف استيم، ان هو شخص مش كويس، انا ليه عمل كده انا وحش، يبدا بقى الباد ايه الباد ستريت او الباد تراك زي ما اتفقنا، يدخل بقى في السبستنس ابيوز بقى مع الناس بقى الكريمنالز وهكذا. تمام ده اهميه ان انا اشخص ده وان انا اعالجه على طول ما اسيبوش من غير علاج اساعده، مش بس موضوع بس اكاديميك فيلير. تمام في عندي بقى حاجه اسمها الكونرز ريت ستريت، بدون تكون في تفاصيل انا خلاص شخصته الكونرز ده بيعمل ايه. الكونرز ده يا جماعه طبعا ده في فيرجن للبيرنتس بسال بيها البيرنتس، في فيرجن للتيتشرز بسال بيها التيتشرز عشان اعمل ايه؟ بعمل ديتكشن للكوموربيديتيز بيها. تمام بعمل ريتنج للاعراض بتاعه الاي دي اتش دي، بيعمل لي ريتنج بيقول لي ماي مودرن سي في وهكذا، هم 18 ايتم اوكي بتشمل عن كل اسئله الدي اس ام 5 برضو، لكن كمان بتعمل ديتكشن لايه؟ للليرنينج بروبلمز للاكسكيوتيف فانكشن سيمتومز بروبلمز، بتسال بقى على الذاكره على الحاجات الميموري وهكذا، انكزايتي اند ديبريشن الفاميلي ريليشنز وهكذا. تمام طبعا بتعمل طبعا عندنا في العياده عادي جدا، بتعمل في اي مركز كل اي مركز طب الناس بيعمل فيها الحقيقه يعني. ده الفيرجن اهو ها مين اللي بيكتب هيبقى فيه طبعا زي ما قلنا اجريشن اجريسيف بيهيفير الديفيكالتي ان كلاس اكسترا ترابل وذ ماك وهكذا، كل حاجه ايه ليرنز ابيلتيز بروبلم سوشيال ايشوز وهكذا. يكون الريتنج بقى بتاعه طبعا لو كان اكتر من 60 طبعا ده بيانديكيت ان الشايلد ده مي هاف اي دي اتش دي ايشو يعني ماشي. التي سكور لو هي من 60 ل 70 هو مودريت تو سيفير، يمكن 60 دي مايلد ماشي، 60 ل 70 ده مودريت تو سيفير، طبعا اعلى من 70 ده عنده مشاكل طبعا ايه كبيره قوي. طيب ازاي اعالج الطفل ده؟ الايفيدنس بيز اسسمنت اند تريتمنت اي دي اتش دي. تمام انا هدفي ايه؟ انا هدفي طبعا انا الجول بتاعي ان انا احسن السيمبتومز، انا عايزه مش مجرد ادوات بديل مش بديله مسكن، انا عايزه احسن السيمبتومز، عايزاه يروح مدرسه ومبسوط، عايزاه يتعلم كويس، عايزاه يهدى، عايزاه يقعد، عايزاه يسمع، عايزاه يعمل اصحابه بشكل كويس. تمام واوبتمايز الفانكشنال بيرفورمانس زي ما قلنا اند ريموف بيهيفيرال اوبستكلز، العقبات اللي قدامي كلها السلوكيه انا ايه احسنها على قد ما اقدر. سؤال لحضرتك ريكومنديشنز فور تريتمنت اوف اي دي اتش دي. تمام ديبندنج على ايه؟ البيشنت ايج، عمر الطفل، ولا السيفيريتي، ولا الكوموربيديتيز، ولا اول شو بيبقى في الكونسيدريشن؟ ها؟ ايه رايكم؟ اول طبعا طبعا اول شو بي ان كونسيدريشن. تمام طبعا ده يا جماعه الويل استابليش اي دي اتش دي تريتمنت هو طبعا اكوردنج للابا، الابا دي اختصار الامريكان سايكاتريك اسوشيشن اللي هو ايه؟ فارماكوثيرابي وبيهيفيرال انترفينشن اللي هي طبعا كذا حاجه، بيهيفيرال ده بينقسم العلاج السلوكي لبيهيفيرال بيرنت تريننج، واخدين بالكم؟ بيرنت تريننج الاول باهل الاهل مش الطفل، ليه؟ عشان هم اللي بيمشوه هم اللي بيتعاملوا معاه، لو الاهل ده عارف المرض ده ايه عملت له سايكو اديوكيشن قلت له بصي يا حضرتك بصي حضرتك ابنك عنده اي دي اتش دي، المرض عباره عن 1 2 3، فهو غلبان هو ما بيروش يبدو ده، هو مش طفل وحش هو طفل كويس، وبتبدا اقول لها تقول لي اسبابه ايه؟ اقول لها اسبابه كذا وكذا وكذا ممكن كذا وكذا وكذا ها؟ وايه نتيجته؟ وايه البرنوز بتاعه؟ ويتعالج ازاي؟ لازم ابقى عارفه معاها كل ايه حاجه وافهمها وافهم الاهل كل شيء، فلازم اقول ايه؟ وزي عامله بقى الطفل ده الاهم بقى، زي عاملوه. يعني مش كل يعني مشكله الام تضربه، الام تعنفه، لازم يعرفوا يتعاملوا مع هذا الطفل، فده بيهيفيرال بيرنت تريننج، ثاني حاجه بيهيفيرال كلاس روم مانجمنت، ثالث حاجه انتنسيف سمر تريتمنت للطفل نفسه بقى يحسن بقى الاتنشن والميموري وهكذا. طيب الامريكان اكاديمي بيديات جايد لاينز اون ريكومنديشن طبعا فيها فاري ديبندنت اون ذا بيشنت ايج، ازاي الجايد لاينز يا جماعه بتختلف اكوردنج للعمر الطفل ده ازاي؟ الحقيقه لو الطفل جه لي زي ما لسه بقول لكم الطفل جه طفل 3 سنين تقول لي ده اي دي اتش دي 3 سنين 3 هايبر اكتف هعمل معاه ايه؟ ها؟ هروح ابدا على طول معاه الفارماكوثيرابي والسايكوستيمينال زي ما انتم عارفين؟ لا للاسف
كنت في ناس تانية اطباء برضه جانب الديتيشن بيمشوا اطفال على طول على 3 سنين او 5 سنين على ادويه. انا مش عايزه يحصل بسرعه، لازم لما تبتدي ادويه لازم اول تبص على الجايد لاينز تعرفها تمام، وافضل طبعا احنا نبدا الادويه دي عشان يحصل افكتس تمام، ولازم نتابعها ازاي يعني تايتريشن للدوزز. المهم ده الجايد لاينز بتاعت البيهيفيرال بتاعت الطفل اللي هو البري سكول ايج. اول حاجه بيقول لك ايه؟ اول حاجه هبتدي البيهيفيرال تمام، ده رقم واحد ان انا ابتدي معاه ايه؟ العلاج السلوكي تمام. اذا العلاج السلوكي فشل ما جابش معايا نتيجه هبتدي سايكوستيم من 4-5 سنين تمام. طيب اذا الطفل قاعد في حته نائيه بعيده في الصحراء في الواحات مفيش حد يعمله بيهيفير ثيرابي، ساعتها هضطر بقى اوي بقى الريسك ان انا ابتدي عليه ها، ولا يحصل له مشكله، وعشان انا برضو عايزه اعالج الاعراض. ما هو الطفل حتى لو 5 سنين برضو عنده مشكله ما بينيمش امه، بتجري وراه كل الاتجاهات ها، عمال لها مشاكل الدنيا والاخره. انا عايزه ايه؟ احد هذا الموقف. بنقول ان اي از وير ايفيدنس بيز بيهافير تريتمنت ار نوت افيلبل تكلينيشن نيدز تو وي ذا ريسك اوف ستارتنج ميديكيشن تمام، ات ايرلي ايج طبعا اجينست ذا هارم اوف ديلينج دايجنوست اند تريت. طبعا دي ريكومنديشن دي تمام، لكن طبعا الايه هي ايه؟ ان انا ابتدي بيهافير ثيرابي. طيب طفل كبير خلاص سن المدرسه 6-17 سنه، ده خلاص يو شود ستارت تريتمنت، يو شود ستارت فارماكو ثيرابي على طول. الولد دخل في اكاديميك فيلير فعليا تمام. طيب يعني بنقول طبعا ما بديهوش لوحده الحقيقه، بديه مع البيهيفير ثيرابي تمام. بنقول في الالمنتري ايج سكول ايج سكول ايج تشيلدرن هو من 6-11 سنه، ذا برايمري كير كلينيشن شود بريسكرايب ميدي اي اف دي اي ابروف ميديكيشن. طبعا دي ايفيدنس بيز اي، يعني ده الايه اول حاجه تمام. وطبعا يفضل بريفربلي وذ ايه؟ وذ بيهيفيرال تريتمنت. اللي شايف العلاج السلوكي ده اساسي في كل الاعمار مع بلس وماينس الفارماكوثيرابي تمام. طيب الادوليسان طبعا نفس الكلام، هو 12 سنه 18 سنه نفس الكلام طبعا، بياخد علاج برضو الطبي او الفارماكوثيرابي مع العلاج ايه؟ السلوكي تمام. طبعا دي سترونج ريكومنديشن. طيب الميديكيشن بتعمل ايه؟ الاي دي اتش ميديكيشن طبعا بتحسن الفوكس، امبروف الفوكس، بتحسن الكونسنتريشن، انكريز البرودكتيفيتي. طبعا الطفل بيبقى شاطر بقى، بيحفظ بيهدى بيقعد ها بيسمع بيبقى بيتقال شاطر برافو، في بروجريس كالم هايبر اكتيف زي ما قلنا، انكريز اتنشن تو ديتيلز، امبروف كوميونيكيشن اند ليسننج سكيلز بيسمع احسن، انهانس الاكسكيوتيف فانكشننج اللي هي الاورجنايزيشن ينظم نفسه، تايم مانجمنت تبدا عنده مشكله في الوقت ممكن تديله الشيت ده ولا الامتحان ده لو الكلاس مثلا ساعه خلاص 3 ساعات قاعد جنبه مش حاسس بالوقت حواليه، مش حاسس بالتايم تمام. ده بيحسن بروبلم سولفنج تمام. بتبدا نتكلم على البيهيفيرال انترفينشن بالتفصيل شويه، اسمحوا لي اقعد. طب برضه طب يا زينه ولا عصير؟ نعم لا خليك خلاص. انتوا سامعيني كويس؟ طيب اول حاجه يا جماعه قلنا طبعا البيهيفيرال انترفينشن هي ايه؟ البيرنت اديوكيشن. زي ما اتفقنا لازم اي مرض في الدنيا لازم الاهل يعرفوا. للاسف بيجي لنا لحد ساعات ان هو في المستشفى للاسف نشوف ان ايه الاهل والطفل الاهل محجوزين مش عارفين ان هو عنده ايه، محجوز ليه؟ يقول لك مش عارفه ابني عنده ايه. ليه يا ستي؟ لازم كدكاتره لازم تعرفوا الاهل ابني عنده ايه، الطفل محجوز محجوز ليه وعنده ايه وليه، وايه المرض عباره عن ماهيه المرض واسبابه ونتائجه وهكذا ها. من حق الاهل يعرفوا ابنهم عنده ايه تمام. طيب يبقى بيرنت اديوكيشن، بيرنت تريننج ان تشايلد مانجمنت. لقوا ان 65% 75% of children under 11 بيتحسنوا جدا على الكلام ده، لما الاهل هم نفسهم يتحسنوا ويهدوا، اقول لهم اهدي اهدي، بس انت كده ايه؟ ساعات الامهات على فكره دي بتبقى فعلا علاج عشان يهدوا، انتي ديبريسنت اند انزيوريتك تريتمنت، لو بتهدى كده والاب يهدى كده ها، يبدا البيئه المحيطه بالطفل ده تتغير، تهدى شويه، تقدروا تستوعبوه، مش كل ما يقوم يجري ها يموت العلقه، مش كل ما يقوم يعمل غلطه يقوم مضروب، لازم برضه يبقى عندك صبر وطول بال تمام على الطفل ده بالذات. فاميلي ثيرابي طبعا طبعا نعم والله والله مش انا شفت بصراحه انا قعدت اعمل سيرة بدال وبعدين في الاخر يستاهل الضرب يستاهل الضرب ما جايز ابوه وامه اللي اشتغلوا الضرب. ايوه طبعا التيتشر اديوكيشن مهم جدا. دلوقتي بكتب بنادي يعني ريبورتات للاهالي
حتى المدارس الحكوميه عشان بس يقولوا الطفل ده عنده مشكله يا جماعه بيعاني من كذا عشان تقعدوا قدام خلوا بالهم منه. بدا في شويه اويرنس الحمد لله. كان في مسلسل في رمضان بيتكلم عن خلي بالك من زيتي بعد الطفل عندها اي دي اتش دي. انا ما شفتوش الحقيقه فرقش في رمضان المسلسلات بس سمعت عنه سمعت ان هو بيتعالج على الام سي بيتعالج ما بشوفوش ما بشوفش برضه عندي شغل ما بشوفش. لا الحقيقه في اويرنس بقى للموضوع ده الاي دي اتش دي فعلا دلوقتي. المدرسين بداوا ايه يستوعبوا شويه ايه المرض وعباره عن ايه وهكذا. طبعا تريننج تيشرز ان كلاس لسه بقول لكم والله ست بعتالي بيفسروا عجله. انا زمان قاعده كده في عجله في الديسك الحصه اللي عايز يقوم مش هيقوم هو هيلعب العجله هو قاعد تمام وده هيحسن الاتنشن بتاعه هيخليه قاعد كان بيعمل كده او مثلا في ساعات الفيتشنج تويز اللي طالعه بقى لها بينج وكسبان ملايين السنه دي الحاجات اللي بيعملوها دي ومش عارف ايه بتحسن شويه بيقولوا الاتنشن يعني بحيث يبتدي ايه يركز اكتر. ريجولار فيزيكال اكسرسايز طبعا زي ما هنتكلم دلوقتي ده حاجه مش رفاهيه ده حاجه اساسيه. بنقول ان التايم از كريتيكال. الطفل ده ما بيحسش بالوقت عنده مشكله ان هو يحس بوقت حواليه ان هو يخلص وينجز فعشان كده لازم اعمل ايه جنبه تايمر طول الوقت تايمر دايما اظبط الالارم اقول مثلا ده يخلص ربع ساعه واظبط جنبه الالارم ده يخليه يصحصح ويخلص ماشي كده بساعده. دايما اكسترنالايز ميني بروسيس اس بوسيبل دايما اعمل له ايه مثلا كالندر جنبه كده على الحيطه مثلا النهارده عندك كذا بكره عندك كذا النهارده اليوم بتاعك 8 الصبح في كذا 9 كذا وهكذا لازم بالساعه اعمله زي ايه يعني اورجنايزر كده التاسك بتاعته. جيت ايميديتلي دايما اكافئه لو عمل حاجه برافو اشجعه احفزه على طول. طبعا بتشينج ريورز بنغير بقى يا ريورز بحيث اعمله تحفيز يعني بقلل الكلام ما تتكلمش معاه كتير هو مش هسمع كتير هو بور ليسنر تمام لكن ماكسمايز الكوميونيكيتيف تاتش ابص كده انت سامعني انت شايفني كويس انا قلت لك تعمل ايه وفي اي كونتاكت ها روح اعمل كذا تعالى ماشي. طبعا انفسايز ريوردز يعني خليك رحيم اكتر معاقب تمام قلل العقاب شويه هخليك ايه يعني محفز التحفيز بيدي نتيجه احسن من العقاب. انتسبيت بروبلم توقع ان في مشكله ما تتوقعش ان انت على طول الطفل ده هيبقى طفل فظيع يعني توقع ان ممكن يحصل مشكله خليك صبور وعندك ايه يعني ما ترفعش قوي تبص في توقعاتك خليك برضو ايه عندك حلم تمام هولد تو ذا برسبكتيف اوف ديسابيلتي يعني عارف ان هي مشكله وخليك فورجيفنج يعني متسامح تمام. زي ما قلنا بندي اوردرز واضحه وصريحه ما تديش اكتر من اوردر يعني على قد ما يقدر دونت يوز كويشنز ما تقولوش ايه انت ليه ما عملتش اقول له اعمل كذا امبيراتيف تمام. يوز اي كونتاكت خليك دايما متواصل معاه جيد. هاف ا تشايلد ريسيت يعني ريسايت ريكويست اعرف ايه بيعمل ايه في المدرسه وكده. بريك كومبلكس تاسك انتو سمبلر وانز زي ما قلنا ما تديش حاجات مركبه كذا اوردر مع بعض خليك واضح وصريح في الاوردر بتاعك اللي انت طالبه منه ها. وبنعمل دايما ايه مالتي ستيب تاسك يعني نعمل كذا وكذا وكذا بنقسم برده ايه التاسكات بتاعته حلو. طبعا الكلاس روم طبعا ده عندنا بندي بقى المدرسه طبعا للاهالي للمدرسين بقى يعمل ايه ها ازاي طبعا يقعد قدام بقى ينتبه يحفزوه ينتبه معاه يعني يبقى فيه شويه ايه طبعا لازم يكون طبعا في تواصل طول الوقت بين المدرسه والبيت على طول ها يوميا ها اخباره ايه عملته ايه وهكذا عشان نقدر نساعده ان هو يعدي هذه الفتره من التعليم. بنقول الحقيقه ان في محاضره هنقولها ان شاء الله مع دكتور عاطف مؤتمر هو بقى ازاي تبريفنت بقى الاي دي اتش دي بريفنشن بقى بس الحقيقه كان في حاجه من هنا اللي هي ايه ستارت teaching attention skills early يعني ايه؟ الطفل بيجي 3 4 سنين ده وعنده شكل هيبقى اكتيفيتي وعنده inattention ها؟ انتوا النهارده سايبين ولادكم وانتوا بتشوفوا حتى وانتوا خارجين العيال كلها قاعده على الموبايلات قاعده على الموبايل قاعده على التابلت قاعده قدام التلفزيون تمام؟ ده مش بس هيعمل يا جماعه delayed speech ده هيعمل كمان هيبقى اكتيفيتي inattention فعلا طبعا غير بقى الادكشن بقى بتاعت الانترنت ده ادكشن البروبلمز بتاعتها. فابتدي مع البري سكولر الايه البلاي جيمز العب مع اولادك تمام؟ العب بالبازل بالمكعبات الحاجات اللي هي البلوكس اللي هي الحاجات اللي تحسن المينتاليتي القرايه اقرا مع طفلك اقعد اخر يوم قصه قرايه كروت نقرا ونعلم اولادنا على قد ما نقدر عن طريق قرايه قصه بسيطه تمام ده بيقرب بينك وبين طفلك او بيقرب بينك وبين طفلك تمام وبيخليه ينمي بينك وبينه حاجه كويسه علاقه طيبه وبالتالي هيسمع لك هيبقى ليه عندك رصيد تمام او ليك عنده رصيد يعني تمام. كان ستراكشر روتين هيلب ان بريفنتنج اي دي اتش دي الحقيقه زي ما اتفقنا خلاص هيبقى ليه ستراكشر روتين هيصحى امتى ينام امتى يعمل واجب امتى يعمل يشوف تلفزيون امتى لازم ليه ستراكشر روتين يعمله ده اتفقنا عليه وده لازم يتعمل. هاو داز بيهيفير مانجمنت طبعا هيلب ان بريفنتنج اي دي اتش دي زي ما قلنا طبعا ابني علاقه طيبه مع طفلك عشان يسمع لك تمام ولازم يكون لطفلك ده وقت خاص حضرتك مخصصه له في يومك ها
كأهل لازم مهما كان مشغولياتنا مهما كان لازم طفلك ليه ايه وقت محدد ليه بتاعه هو يحس ان انت بتاع فيه معاه ومبسوط فيه معاه وان انت بتحبه. طبعا البوزيتيف زي ما قلنا الانفورسمنت مهم جدا، البريز والريورد مهمه جدا، كمان بتشجعهم قوي دايما نقول الام اعملي لي ستارز كده قدامك على الحيطه بتاع كل يوم، عمل ايه حلو النهارده، عمل ايه وحش النهارده، بنفسه بيحط الستارز قدام الحاجات الحلوه عشان يبتدي عايز يعملها تاني، انا عايز ابقى كويس. طيب هل النيجاتيف كونسيكونس او نيجاتيف يعني الحاجات النيجاتيف اللي هي مثلا اضربه او عاقبه كويسه يعني اخرها ما تبقاش يعني تبتدي بالحاجات النيجاتيف لكن ما تبقاش تو هارش، بي كونسيستنت خليك صارم بس ما تبقاش تو هارش، بقاش يعني عقاب عنيف، بقاش نيفر بي كرول، مفيش قسوه او ابيوزف. تمام تمام احنا عارفين في مشكله. اكسرسايز بقى، طبعا الاكسرسايز دي يا جماعه بنقول ايه حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. ها ده مش اختيار زي ما بنقول، ده قرار مش اختيار، لازم هيلعب اكسرسايز. يقول لك مفيش وقت يا دكتوره، عنده مدرسه عنده دروس، مفيش حاجه اسمها كده، اعتبريه زي درس. هو احنا اصلا فتره الدراسه اصلا بياخدوا مرتين في الاسبوع، اخر الاسبوع في الويك اند ساعه ولا ساعه ونص ساعتين بالكتير، ما بيقعدش على موبايل يعني. ها لازم يلعب اكسرسايز. ايه اهميه اكسرسايز الطفل الاي دي اتش دي؟ هنقولها، لقوا ان الطفل حتى اللي بيروح مدرسه بالعجله او ماشي على رجليه بيبقى عنده اتنشن احسن من الطفل اللي راكب الباص او رايح بالعربيه. ليه؟ النيورو ترانسميترز بتحسن بتفرز اكتر، بيطلع برين درايف نيورو فاكتور وده بيحسن قوي الاتنشن. تمام؟ بيقولوا الطفل ده كانه خد حبه ريتالين، اللي يعرف ريتالين وهو سايكو ستيمنت. تمام؟ كانه خد حبه ريتالين. شوفوا بقى اهميه الاكسرسايز ايه؟ من الناحيه الثانيه دايما نقول ايه؟ ان هو كانه بيوجه طاقه الطفل، يعني انت النهارده عندك طاقه وعايز تعملها، تعالى يلا على على التمرين بتاعك. تمام؟ تعالى يلا نروح التمرين. بس هو هيلعب هيتنطط، هو عنده طاقه لازم يطلعها. بغض النظر بقى هو هيلعبها يعني هيطلعها فين؟ لا خليك بقى ايه في الاكسرسايز. طيب قلنا بيزود افراز البرين درايف نيورو فاكتور، طبعا ده بيحسن قوي الكوجنيشن، بيحسن البرفورمانس وبيحسن الاكسكتيف فانكشن. بيقول الاكسرسايز كمان بيزود قوي الليفلز اوف سينابتيك بروتينز جلوتامات ريسبتورز اند افيلابيلتي اوف انسولين لايك جروث فاكتورز اول اوف ويتش طبعا كونتريبيوت تو سيل بروليفريشن اند نيورال بلاستيسيتي. تمام؟ طبعا ده بسحب طبعا ابدا من طفل صغير، يعني طفلك اربع خمس سنين ابدا معاه طول التدريبات، ماشي؟ بيحسن قوي البروجنوز فعلا من غير كلام. لما عملوا الاشعه دي طبعا دي الكتروفيزيولوجيكال ستادي عملوها، الطفل ده بيلعب اكسرسايز، ده وقت البرفورمانس ده ما بيلعبش اكسرسايز، شايفين؟ ده فعلا في ايه؟ في فرق كبير فعلا في المنتال افورت وفي الكوجنيتيف تاسك بين الطفلين اللي بيلعب اكسرسايز واللي ما بيلعبش اكسرسايز. التي في واتشنج بقى، ايه وضع الطفل الاي دي اتش دي؟ اعمل معاه ايه؟ طبعا احنا اول سنتين عارفين ممنوع لان جيل اطفال الحقيقه سنه وسبع شهور وثمان شهور متاخرين في الكلام، كانوش ولا كلمه. تمام؟ الام طبعا مش فاضيه، الاب برضه مش عارفه مش فاضي، عايز يطبخ وعايز يشتغل، يعني ظروف الحياه اللي احنا فيها. بس مبدئيا اول سنتين يا جماعه مفيش تلفزيون تماما. يعني اول سنتين ده وقت السبيتش ديفلوبمنت. الطفل لازم يتكلم. احنا عايزين نساعده يتكلم ازاي ويتطور ازاي؟ لو انا ما قعدتش معاه وكلمته وبصيت له وقريت معاه ولعبت معاه مش هيتطور. اوعى حد يفتكر والله بيقولي والله ولاد دكاتره، والله الطفل ما بيتكلمش، يقول لك هيتكلم، عمر الكلام هيتطور لوحده، لازم نساعده، ها؟ بابا ماما تيتا دادا وهكذا، لازم يكون في انفيرومنتال ستيميوليشن، يقول لك فقر بيئي، بيقولوا لها فقر بيئي او مشكله في البيئه اللي حواليه، تمام؟ طبعا ده زاد قوي كمان وقت الكوفيد للاسف، حالات الاوتيزم والدلي اوتيزم لايك كيسز كتيره جدا في دريت سبيتش. ما علينا. التي في واتشنج ايه وضعه هنا في الاي دي اتش دي؟ تمام؟ طبعا الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس بتقول ايه؟ بتقول يعني طبعا الجدول بتاعنا المفروض من ساعه في اليوم، من سنتين لخمس سنين هي ساعه واحده في اليوم. تمام؟ ممكن فيديو تشاتنج بيكلم حد ولا حاجه، بابا بيكلم تيتا بيكلم حد عن طريق الفيديو شات مفيش مشكله. ها؟ طيب الانترنت والفيديو جيمز طبعا ليميت الكترونيك سكرين تايم، الكترونيك فيديو جيمز واللابتوبس والكلام ده كله والسيلفونز ليميت على ما نقدر. تمام؟ ودي طبعا الحاجات ده بنعوضه، انت بتاخد منه موبايل؟ طب لازم يكون في بديل، البديل ايه؟ بديل تمرين، يلعب مع حاجه ثانيه، نقرا مع قصه زي ما اتفقنا، ها جيمناستكس يلعب يشغل حاجه مثلا يرقص عليها في البيت، يطلع طاقته يلعب عليها في البيت وهكذا، اوكي؟ طيب فانت بتعمل بالانس. ده بقى الجدول بتاع الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس، طبعا حابه انكم طبعا متهيألي كتير عارفين يمكن منكم او اللي مش عارفه يعرفوا اهو. اول سنتين نيفر 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 لا تلفزيون ولا جيمز ولا موبايل ولا اي حاجه في الدنيا. من ثلاث لخمس سنين ممكن يسمحوا له هو بساعه واحده في اليوم ايه؟ تلفزيون. تمام؟ طيب من 6 ل 12 برضه ممكن ساعتين في اليوم، احيانا بقسمهم هيقول لهم ممكن ساعه موبايل وساعه تلفزيون، موبايل طبعا ما بيبقاش متواصل، متقسمه ربع 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 ربع، تمام؟ يبقى ايه متقسم خلال اليوم، على الاول نص نص على حسب بقى ايه الطفل ده إيه بقى كويس ومتحفز وكده وسمع الكلام هنديله الموبايل،
تمام برضو بحساب. طيب هل الدايت ده بقى السؤال حقيقي في المحاضره اللي قلناها قبل كده، يعني does diet play a role in preventing ADHD او في علاجه؟ يعني هل الاكل اللي بناكله يا جماعه، واطفالنا طبعا بتبعت احنا بناكل مع اولادنا، اللي احنا بناكله اولادنا بياكلوه، هل ممكن يؤدي لحدوث ADHD او ان انا استخدمه كعلاج ل ADHD؟ الحقيقه الكلام ده حقيقه مش جديد، الكلام ده بقاله من سنه 1940 يمكن او يعني اكثر من ذلك كمان. كان في عالم اسمه فينجولد، ده كان الرجست، كان حد عالم حساسيه يعني، كان بيتيشن وكان حساسيه، اللي وجد ان الاطفال لما منع عندهم الالوان الصناعيه ومواد الحافظه اكيد الملبسات والحاجات الملونه بقى المصاصات واللي مش عارف الام امز والحاجات ما انزل لهم في الطاقه الحقيقيه، في حاجات ليها اسماء وحاجات ما لهاش اسماء من اولادنا بياكلوها، الجيلي كولا المنتشر اللي ابو وزن 100 جرام ده مش عارف بكام، والحاجات اللي بنجيبها كلنا بنجيبها في البيوت، تمام؟ لو الحاجات دي كلها لما اتمنعت الطفل بيتحسن جدا، بتقلل هيبر اكتيفيتي وبتحسن قوي قوي الاتنشن، تمام؟ طيب احنا اتفقنا ان احنا دي حاجه اسمها اليمينيشن دايت، ان احنا نعمل اليمينيشن للحاجات اللي فيها بريزرفاتيفز الوان صناعيه والمواد الحافظه. المواد الحافظه هي موجوده في ايه بقى؟ حد عنده فكره؟ مش بس معلبه، ايه تاني؟ الشيبسيهات اللي ولادنا بياكلوه رايحين جايين، شيبسي، الدوريتوس، الاندومي، كارثه كارثه، بيفرز قدام مدارس دلوقتي كوشاك اندومي كارثه، تمام؟ الماده اللي هي المونوسوديوم جلوتاميت اللي موجوده فيها دي كلها يا جماعه مشاكل، فيها مشاكل كبيره جدا في الاطفال، سواء ليرنينج بروبلمز او اي دي اتش دي بروبلمز. سايبينها تتصنع ليه تنزل السوق؟ ها؟ والسيسي سايبها تتصنع وتنزل السوق ليه؟ ما بتدوش ما بتدوش ما بتدوش كومنديشن ليه؟ انتوا كومنديشن بالظبط. والله هي كانت مدرسه اني عايز اقول لك ايه، الوسطى منارات حاجه خاصه، وفتح قدامهم الدكتور قدم شكوى مين يا فندم؟ طول ما انا الكوبايات بيصبوا الميه طول ما انا واقف بعد ما تخلصي هناخد حضرتك جوله في مطعم كل الاطفال في الدروس والسنتر شيبسي ودوريتوس يا جماعه كله الكوبايات انتوا السبب بقى، انتوا اللي بتاكلوا في البيوت. طبعا ده ادمان، فعلا ادمان. الماده بتاعت ايه؟ المونوسوديوم دي طبعا ماده مدمره للمخ فعلا، تمام؟ الطفل بياكلها عايز ياكلها تاني، اللي هي موجوده برده في الناجتس اعتقد والحاجات اللي هي مصنعه كلها، فعشان كده طبعا بقللها بالتدريج على قد ما اقدر للطفل، اقول لها مثلا مره في الشهر يعني، احاول احكمه برده عشان الطفل ده هيبقى صعب ان هو يسمع كلامي، يمنع كل حاجه دي صعبه بالنسبه له، واقول لها استعيدي شيبسي بتاع بره ده انت اعمليه في البيت، ان قاعد شيبسي في مخل في ملح، هاتي الباودر والبصل الحاجات اللي هي بتدي طعم للبطاطس دي يا فندم، انت اعملي في البيت خليه يساعدك يعني في البطاطس. مين يساعد مين يا فندم؟ الامهات بتاكل شيبسات. لا ما عايز اقول لحضرتك على حاجه، الشيبسي انت سافرتي بره وعارفه طعم الشيبسي هنا عن طعم الشيبسي بره، ولعي في الكيس حضرتك هيتولع في البطاطس، شوفي البطاطس ليز بتاعت بره عامله ازاي. كل الحاجات دي لا تتحقق والمفروض لها مبادره اعتقد احنا ده بقى لو احنا واحنا صغيرين يا جماعه، لو احنا اول عملنا ليمتنج لاولادنا من البدايه الكلام ده هيبقى اسهل كتير، احنا الطفل عايش على الكلام ده او بيجيله مثلا في اوكيشنز مره في الاسبوع خلصنا مره في الشهر اتفقنا ماشي، يبقى في اوكيشنز معينه ماشي، فهموا خطورتها. انا حابب اعمل كده معاك، قلت تعالى نعمل سيرش على الاندوم، تعالى نعمل سيرش على الدوريتوس، بص مكتوب فيه ايه، الطفل هيفهم هيستوعب، هيبتدي ايه يستوعب شويه معايا كلام يعني على قد ما نقدر. طيب طيب اكبر ايه بقى؟ طبعا احنا قلنا عملنا اليمينيشن خلاص، في حاجات ممكن اديها له ياكلها اساعده بيها، اقول له اقول له تعالى انا هقول لك بقى تاكل ايه، تسمع كلامي عايز تبقى كويس، يا دكتوره هنفطر الصبح حاجه فيها هاي بروتين دايت، بيضه مثلا، فول، طعميه، ما ده برضه بروتين مفيش مشكله، فول وطعميه فيهم احماض امينيه اساسيه، اسمها امينو اسيدز مش كده ولا ايه؟ مين بيشتغل نيوتريشن هنا؟ مين نيوتريشن؟ حد يرفع ايده مش نيوتريشن؟ طيب البينات باتر، ها الزبادي، اللبن، الجبنه، كل ده هاي بروتين، افضل ياخده الصبح ورايح المدرسه، تمام؟ عشان يحسن النيو ترانسميتر فورميشن ويحسن الاتنشن بتاعه، تمام؟ ايه تاني؟ الاوميجا بقى، اوميجا اويلز، يا اما بديله اكل غني في الاوميجا، ايه هو الحاجات اللي بتعرفها غنيه في الاوميجا؟ مين يعرف؟ السمك طبعا، السمك طبعا غني في الاوميجا، مره في الاسبوع او اتليست مرتين في الاسبوع، وايه تاني؟ مكسرات، عين الجمل، مش اي مكسرات، عين الجمل، بالذات في اوميجا ريتش الاوميجا، هنحاول ناكله حاجات طبيعيه دي، وطبعا برضه احنا برضه بندي سبلمنتيشن الحقيقه ايه؟ مع العلاج بندي برضه اوميجا الحقيقه، عشان بيحسن برضه ايه الفانكشن والنيرف ديفلوبمنت، جميل. طيب هنتغدى ايه؟ هنتغدى برضه اكل متوازن صحي، خضار ورز وحته فاكهه حته لحمه على قد الكشري في يوم تاني، يعني حاول ايه برضه ما نعقلش الناس، يبالانس برضه حد امكانياتهم.
يتعشى برضه شعره، عايزاه ياكل خلال اليوم فاكهه وخضار، ده الاي دي اتش دي لايت. بص يا جماعه عايزاه ياكل، اقول لهم عايزاه تاكل خلال اليوم اربع خمس ثمرات، تفاح، البرتقال، جوافه، رمان، حاجات اللي فيها ريتش ايرن. شايفين الوان الطفل ها كانك واقف كده عند الفاكهه كده وشايف كل الوان الفاكهه، هات الحاجات اللي فيها طبعا حديد، التفاح، الرمان وهكذا، الباذنجان، الكوسه، القرع العسلي، حاجات شكلها حلوه قوي، خضروات كلها جميله جدا ها. وطبعا بنبعد قوي عن ايه؟ عن السامبل اللي هي الكربوهيدرات، الفاين كربوهيدرات تمام، اللي هي السكريات، هو ليه بياكل سكر، بياكل ملبسات، زي ما اتفقنا مصاصات وهكذا، ونخلينا ايه؟ في البروتينز، هاي بروتين دايت زي ما اتفقنا. اوكي. النوم طبعا طبعا هو ينام مش اقل من 8 ساعات، انا عايزاه يبقى اتنتف ويبقى كويس، ما يقولش ابني مش مركز في المدرسه، هو لازم ينام كويس، ده بيحسن قوي طبعا ايه الموضوع ده. طبعا زي ما قلنا حب طفلك، افهم طفلك، افهم ان في مشكله ها، لازم الكلام ده يتقال للام مره واثنين وثلاثه وعشره، والاب عشان يفهم ان في مشكله. اسمع له كويس، اسمع له، ممكن تسمع كلمه وما تديهوش ودنك، ادي له ودنك وادي له عقلك وادي له قلبك عشان تفهمه، تحس بمعاناته ومشاكله. وطبعا زي ما قلنا اندرستاند يور تشايلد تمام؟ دايما تقول له انا بحبك، انت حلو، انت شاطر، انت جميل. بيجي له دايما بتقول له طبعا شكوى من اولادهم، يقول لها ايه موهبه ابنك؟ ايه مش عارف، ما عندوش مفيش حاجه، مفيش طفل مش جيفتد. كل الاطفال عندهم مواهب او عندهم حاجات كويسه فيهم طبعا. بس انت بصي كويس فيه ايه؟ هو طيب قالت لي اه طيب وحنين، طب ما دي حاجه كويسه ان هو طيب وحنين. في اطفال مش كده، في اطفال قاسيه او ما عندهاش المشاعر دي، بتبقى بتبين مشاعرها. استغلي دي والعبي عليها، طفل بيرسم كويس قوي، قلت لها استغلي دي نحسن الاداء بتاعه في الرسم، الرياضه استغلي دي، فلازم نحسن ايه؟ المواهب بتاعته على قد ما نقدر تمام؟ طبعا الامريكان اكاديمي اوف بيدياتكس ده بقى الكلام بقى بتاع لونج تيرم اوتكم بتاع التريتمنت بتاعنا بتاع العلاج ها؟ الميديكيشن لوحده اه بيدي 56% طبعا ده في النجاح بتاع الكنترول الاعراض يعني، طبعا الميديكيشن والبيهيفير طبعا جايب ايه؟ اعلى نتيجه. نمشي مع بعض ايد ان ايد او هاند ان هاند كومباينيشن، العلاج السلوكي مع العلاج الدوائي. انا يمكن ما اتكلمتش على العلاج الدوائي بالتفصيل الحقيقه لاني مش حابه ان احنا نديه كده مع نفسنا الحقيقه تمام. انت ابدا علاج سلوكي مع الطفل واعمل ودايت وكل حاجه واكسرسايز وكل حاجه، الطفل فيه مشكله بعد تديه علاج معلش حوله بقى ايه لحد متخصص تمام. احنا عيادتنا يا جماعه بتاع الطب النفسي في دمرداش موجوده في العيادات التخصصيه 2 و3 من الصبح ل 3 الصبح من 9 ل 12 تمام. فاهلا بيكم بحالاتكم يعني. طبعا دي اهو ماشي طبعا طبعا برايمري كير كلينيشن اللي هي زي حضراتكم متخصصين ان شاء الله، شوت انيشيت ان ايفالويشن. طبعا نعمل ايفالويشن بقى للطفل من سن 4 سنين طبعا، ده في تعمل طبعا في مدارس ابتدي اقيم الطفل ده واشوف عنده مشكله او من عدمها. وطبعا اخباره اكاديميكالي ايه، بيهيفيرال بروبلمز ايه، سيمتومز اوف اي دي اتش دي من عدمها موجود او لا، وعشان نوصل لافضل نتيجه للطفل. وشكرا جزيلا. حد عنده اي اسئله في اي اتش دي؟ اما انها المحطه التاليه هو البيان بيعجبتني ولا في ناس متخصصين في علم النفس وبيشتغل احنا بنعمل ده وسيكولوجي بنعمل ده. طب والتريتمنت بتاخد مده قد ايه؟ لا ما هنفضل بقى عليه عيد، انا بقول لك بقى طبعا علاج بيبقى يا جماعه دكتوره دكتوره اسمك ايه؟ فوزيه. دكتوره فوزيه تسالني بتقول لي إيه العلاج الطبي او الفارماكوفيرابي بنطلع قد ايه؟ طبعا ده بيبقى لونج لايف. احنا لسه بنقول احنا البروجنوز بتاعنا للطفل على الاي دي بيكمل لغايه الادلت بيمشي عليه فتره. الطفل ده بقول لك لو يعني في ناس كبيره لو بتبطل علاج ما بتعرفش تركز في شغلها، ما بتعرفش تبقى حياتها بشكل طيب، يعني عندها مشاكل مع كل الناس حواليها. طبعا العلاج يا جماعه لونج لايف، طبعا العلاج بتاعنا بتاع الاي دي اتش دي يا جماعه طبعا بينقسم لحاجتين، في طبعا سايكو ستيمولانت ممكن يعني اوريكم لو عايزين تبصوا على دي يعني ممكن اجيبها نفس واحده ابيض ده 7 سنين نعم التشخيص هيكسب ابيض الحاج وثلاث سنين كان عندي عيال كتير والله. ازيك اخبارك؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زعلت حنان؟ زعلانة؟ حضرتك حاجة حضرتك
بعدين انا بقى مش مذاكر مش مذاكر انا عندي خطوه على مدرب ده وده وده كله مش قصدي ماشي لا بصوا يا جماعه هي دي كانت محاضره ثانيه الحقيقه بنتكلم فيها الجنرال بقى على العلاج يعني طبعا العلاج يا جماعه بتاع الاي دي اتش دي بينقسم طبعا ده اكتر معاكم ثلاثه في عندي ستيمولنت في عندي ايه نون ستيمولنت اللي هي ميثايل فينيديت تمام والانفيتامين طبعا دول بتاخدوا معاهم بيصرفوا ده حاجات بيسموها روشتة ولا بيسموها جدول هي جدول بالظبط لازم طبعا تصرف الحاجات ما بيبقاش عندها في المستشفى بتصرف النيت اللي نون ستيمولنت الحقيقه هو الموجود في كل السوق دلوقتي ده ورقه تاموكسيتين لكن طبعا ده ريتالين وامثاله بتبقى مصرفه واقف مش سرعه بس هي الاثنين ولا واحد من الاثنين حضرتك نعم لا بندي يا ده يا ده يعني طبعا دول ايه دول الحاجات المتاحه بتاعتنا طبعا الميديكيشن طبعا هو طبعا السيمنال طبعا اهي ريتالين وحاجه طبعا ده شورت اكتنج في طبعا حاجه بقى لونج اكتنج زي الكونسيرتا والادريل وكده في طبعا ده السيمنال هو الاتوموكسين هو طبعا موجود دلوقتي في السوق وموجود في كل الدنيا اللي هو الدكاتره كلها بتكتبه تمام نعم اتوموكسيتين طبعا حاجات كتير حاجات مستورده زي السراتيرا طبعا اغلى اتوموكسيتين هو الماده العلميه هو الاتوموكسيتين مع فيها الشركات ده هو نانسي ما ده هو مستر طبعا الريتالين مشهور جدا طبعا هو اول حاجه طبعا طلع في السمنه طبعا بيجي نتائج هايله جدا لكن بعد كده بيحصل ديبندنس العين بياخد عليه وبيتحسنش بعد شويتين فطبعا هو موست ويل ريتشد افكتيف اند ريسيرش اكتر حاجه اتعمل عليها ريسيرش كومن يوز طبعا يمكن لسه عندي عين فعلا جايه من بره طبعا صرفت على طول ريتالين من بره كانت في امريكا طبعا ميديكيشن بتقلل طبعا الاي دي اتش دي سيمبتومز اهي بتعمل ايه بتشتغل ازاي بتحسن او بتبلوك الري ابتيك اوف النوربينفرين والدوبامين وبالتالي الطفل ده عنده اتنشن اعلى بتحسن اتنشن في الطفل ده تمام لكن طبعا بيبقى لها سايد افكتس تمام انهانس طبعا النوربينفرين اند دوبامين افيلابيليتي في سيرتن برين ريجنز في البريفرنتال كورتكس وفين البيزال جانجليا ليه اللي هو عنده فيها مشكله اصلا فهي بتحل هذه المشكله تمام طيب طبعا دي بقى لونج لاستنج او لونج اكتنج ستيمولنت ميديكيشن مش مهم ان تعرفوها قوي يعني لكن انا بتكلم البرود الفكره البرود يعني بيعملوا ايه طبعا خلي بالكم كل حاجه ليها ايه مشكله الطفل ده الاف دي اي ورننج ان هو بيأثر ممكن يعمل مشاكل في القلب اللي عندهم ستراكشر كارديك ابنورمالتي طبعا ما ياخدوهوش عندهم كارديومايوبثي فما ياخدوهوش عشان كده بقول لكم الادويه دي ما ينفعش اي حد ايه يكتبها لازم انا عارفه ايه اللي يكتبها طب خلاص مالهاش دعوه الناس ستيمولنت طبعا زي اتوكسيه دكتوره فوزيه ها طبعا هي برضه سيلكتد دي بقى سيلكتد نوربينفرين بيأكتف الهيلث تمام طبعا بتاخد ادويه معينه برضه وبتتابع بيها وزن الطفل لان ساعات الطفل بيخش في انوركسيا اكله بيقل فعلا مع الادويه دي وبيخس لازم اتابع الجروث بتاعه لازم احطه على الكارت كل زياره وهكذا تمام طيب ايه تاني عايز اقول لكم عليها طبعا بتحسن طبعا الفوكس زي ما اتفقنا بتحسن بتقلل الهايبر اكتيفيتي بتحسن الاتنشن وهكذا ده بس ده بالنسبه للايه للادويه دكتوره فوزيه كان سؤال خطير شكرا لحضرتك اوكي فندم حد عنده اي سؤال اخر يا جماعه في اي دي اتش دي تنور دكتوره الله يخليك يا دكتوره بس خالص اي سؤال اي دي اتش دي خالص فاضي يا دكتور معلش عايز اقول لكم كورنر ستون فور دايجنوست في اي دي اتش دي يعني احنا ثلاث ارباع الاطفال عندهم هايبر اكتيف تقريبا ثلاث ارباع الامهات يمكن بتحس الاعراض دي تمام في حاجات كده احنا البيبي هو داخل العياده ممكن يظبط ان هو ده اتش دي بالفعل يعني مش عارف الاي كونتاكت لا خالص انا لسه كده ده تعامل قوي دكتور لا ده تعامل قوي ثلاثه اربعه ثلاثه اربعه يعني ده ايه دي اتش دي يعني الاي في مكان غريب زي الاي يعني في مكان غريب برضه بيتحرك المفروض بص ساعات ممكن بالعكس ممكن يجي في العياده قدامي يقعد ساكت ممكن يقعد يتفرج على الكرتون ويقول لك ايه لو بيعمل حاجه بيحبها هيقعد ساكت وهيقعد مش هايبر اكتف تمام احنا عشان كده الدكتور اسمه ايه دكتور طه عشان ما الدكتور طه بنقول ايه ان احنا لازم نشوف الطفل ده ونقيمه اكتر من فيتنج تمام والناس على مكانين ما اسمعش بس من الام لا المدرسه فين ريبورت النادي فين عشان كده بعمل دي اس ام كرايتيريا وبسال هنا وبسال هنا معايا الاعراض لازم تكون انتوشيتنج اكتر من ست شهور يكون في الكرايتيريا بتاع دي اس ام 5 كرايتيريا في بوث ايه يعني ايضا باي اتنشن او هيبقى تبس امبالسيتي تمام فانت بتحكم مع الطفل مش مره بتحكم عليه اكتر من مره
وما تستعجلش تحكم عليه. يلا هايبر اكتف تشيلدرن بيكون عندهم ايرن ديفيشنسي انيميا هيبقى اكتيفيتي بس وبيعملوا كمان اتنشن تمام. تفضل تديله اللي هو يعني انا شايفاه ان هو مش ايه جايب مثلا 5 على 9 مش جايب كل الاعراض. قولها يا دكتور هيحصل ايه قدام ده بصي هنتابع الموقف ايه بس مبدئيا عايز سي بي سي عايز انت ما انت اعمل ده انت واعمله ده اعمل سي بي سي اعمل صور دمه وشوف الاي سي بتاعته اخبارها ايه الهيموجلوبين بتاعه اخباره ايه الايرن ستيتس اخبارها ايه ماشي. فده هياثر على الاتنشن بتاعه وده هياثر على الاداء بتاعه هياثر على هيخليه هايبر اكتف تمام. فانت اعمل ده اعمل تحليل براز اعمل فيتامين دي فيتامين دي النهارده اعمال الابطال ايه الاشياء اللي فيتامين دي فيهم قليل لو لقيت الفيتامين ال 25 هيدوز فيتامين بتاعه قليل ادي فيتامين دي. فانت ابتدي حسن الموقف ده ادي علاج سلوكي ادي ايرن او ايرن ديفيشنت تمام او لو السورس عنده حتى قليل ادي حتى جرعه يعني مش عاليه قوي مش ثيرابيوتيك دوز تمام. ادي اوميجا تحسن بيها برضو الاتنشن والاداء بتاعه تمام. يا ترى كده اجابتي واضحه وضحت السؤال؟ بس الاسكوليا يا دكتوره هل هو اللي يمشي مع الاسكوليا العاديه؟ بيمشي ايه؟ يعني هنا بره فيه لهم اداء هنا ما بنلمهمش اداء. والله حقيقي اصل يعني ان هو يبقى فكري يبقى الحاجات اللي هي الخاصه دي مش هتنفع. لا خاصه ليها الخاصه دي هيتظلم فيها وحيت يفضل مع اصحابه مع اصحابه عليها الخاصه ده هم اللي هم مش لا 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 ولا حاجه هو سبيشال ليز هيبقى وحش مش هيبقى كويس. خليه مع اطفال هو ما عندوش مشكله بالعكس اي كيو بتاعه بيبقى عالي بالعكس ده غير طفل توحد انت في الاي اتش ده طفل طبيعي جدا وذكي جدا هايبر اكتيفيتي ذكي وذكي جدا جدا فعلا بقى بايونير بقول لك حاجه شوفي عظماء العالم اللي عندهم اي اتش دي حاجه شوفيهم في الاول ده عظماء الناس كثيره جدا يعني من عظماء العالم الفيمس بيبل عندهم اي اتش دي. احنا بس حاجه لازم في كلاس روم مانجمنت تمام للمدرسين مع الاهل في البيت مع الاهل اللي احنا نعالجه ونتابع هنتابع متابعه مسلمه بس. المدارس العاديه غير الكابين فوق كده المدارس ايه؟ العاديه؟ طبعا في بعض الاطفال طبعا عندهم كمان طبعا ليرنينج ديسابيلتيز فعشان كده لازم طبعا الطفل ده يتشخص برضه هو عنده ايه بالظبط؟ ايه الليرنينج ديسابيلتيز اللي عنده؟ طبعا ده حاجات تست معينه بنعملها له بقى نشوف هو عنده ايه ما بيقدرش كويس ما بيكتبش كويس بيكتب من اليمين للشمال الميرور عارفين ميرور رايتنج اللي هي بتاعت مش عارف ايه ده ديسليكسيك ها؟ طبعا ده كل ده طبعا ايه بيطلعوا الكونرز واحنا بنعمله في الريتنج سكيل تمام عشان بعد كده اعرف انا هعمل له ايه واتابعه ازاي. طب لو سمحت يا دكتور هي في حكايه ان انا اكافئ الطفل لما يعمل حاجه كويسه او لما يسمع الكلام زي ما حضرتك ما بتقولي هي فعلا جربت الموضوع ده والدنيا كانت كويسه بس بعد كده بقى قال لي يعني ايه المكافاه سقف طموحاته يلا المكافاه علشان انا اعمل كده يعني هو بيطلب المكافاه الاول يديني ايه طبعا اعملي بقى كيسي بالظبط يعني فانا ما تعليش قوي يعني ما تخليكيش فظيعه مش فظيعه بالظبط ده ممكن يعملوا نقط نقط يعملها حاجات لازم ديوتيز يعملها حاجات في البيت يعملها الصلاه المذاكره اللي يساعدك في البيت المدرسه ايتمز بيخلص فيها ودي يكمل عليها ريتنج ما هو بيعملها فعلا هتديني بقى ايه؟ الله عليك مش هعمل انا مش فعلا بيعمل يستاهل عامل فعلا بيركز وبيقبض في الصلاه شويه من عندك يا حنان تمام فبابتي بقى بتقولي لا ما تعودوش على كده لا هو ما تديش ما تتحفزيه بس ما تديش كل حاجه مش كل حاجه ماديه لا ما تديش سقفيله ممكن تديله شهاده واعمل بس خليها حاجه قويه ما تديش ما عادش كده ايوه الاولاد النهارده ما بيسمعوش كلام يعني ممكن اديله موبايل هوسيك تمرين انا هوسيك تمرين زياده مره زياده كده مرات ممكن بس ايه عبد يطلب بقى طب هتعمل ايه بقى علشان انا هعمل كل الحاجات دي؟ لا طبعا ما تعودوش عليك طبعا انا مش عارفه كيف اقول حافز تمام؟ انت ده واجب عليك تعمله، انت ما عملتوش انت مش هتنجح. انا بقول كده. بس الحاجات اللي هي ما كانتش عاملها مثلا ما عملتش كل ما انا بكافئ. اتعودي عليها، اتعودي عليها خلاص بتكافئ عليها، لكن الحاجه الطبيعيه الواجب اللي هتديوش اللي عليك لازم يعملها. الكلام ده ما عملتش كل مره بكافئ، يعني لا مش كل مره بكافئ. هو شاطر وكده. طبعا. المره اللي بعدها انا بقى هيتحول لحاجه مش كويسه. يقول لك من زاد لزاد عن حد وتقلب ضده يعني. تمام. حد عنده اي سؤال تاني؟ ان اتنشن بس ما فيش هايبر اكتيفيتي. الايه؟ ان اتنشن بس ما فيش هايبر اكتيفيتي. لو جاب ان اتنشن بس؟ وبرده الكلاس بيقول كده مثلا ان هو برده في ان اتنشن حط على تي اس ام 5؟ حط على الكراتيريا؟ جايبها؟ مثلا جايب سكه من 9 اتليست؟ تمام؟ وشوفهم في البيت وفي المدرسه؟ ابداي الاول اعملي زي ما قلت بيسرح كتير يعني على طول بيسرح بنوته بتسرح بنوته هل بتسرح دي بقى طبعا طبعا ده يخش معانا فيها برضه الابسنس بصي لسه هقول مش بس ان هي عندها مشكله في الاتنشن في دي اس ام كريتيريا
دوالي الاول برضو على الانفشنسي بتنام كويس؟ عندها حمية؟ يا جماعه خلوا بالكم اللي عندهم ساعات كمان استكتف سليب ابنيا اللي طبعا الطفل ما نامش كويس هيقوم مش كويس ماشي بس لو عندها لحميه هتاثر على الاتنشن بتاعها هتاثر على ادائها بتنام جود كواليتي سليب كواليتي بتنام وهي بقها مفتوح وما بتاخدش كافيين تاني النوم هيحصل ابني وانت مش حاسه ظبطي موضوع اللحميه تمام الادوات اللي عندها وبصي على ودانها كل شيء اسمع كويس تمام وتاني حاجه بصي على الستاتس ده بيأثر على الاتنشن زي ما قلنا فيتامين دي لو في عندها ديدان ولا عندها حاجه يعني ظبطي افحصيها عامه لا دي احنا طبعا انت عايز طب انت تديني ايه تاني بقى موضوع بقى الابشنز ده صوري ممكن تفصل معاك كده اقول كان شكل الكهرباء صوريها وبص عليها انت كان انت عارفه تفصل ده طبعا يعني محتاج لها ساعتها اي جي عشان ناكد تشخيص ده هو فعلا الابشنز تمام وانت بقى لقيت مفيش حاجه ادي ايرون ادي اوميجا ادي ادي بتاع ده فيتامين دي ها اكل جيد اكلي هيلثي دايت كان كويس خلي الموبايل عندك ضايع ايه تاني يا شباب؟ أي أسئلة أخرى؟ لا هو بسيط ده لا مش عارفة هو ممكن يسأل سؤال اسمك إيه يا دكتور على إحنا؟ أهي دكتورة منور لو ما بيغضب يفضل يرزع في الكراسي كذا مره عنده قد ايه؟ عنده سته سته؟ لو يرزع كتير في الكراسي او يرزع في الجوال كتير كذا مره يعني مش مره واحده انت عارفه بيعمل ايه؟ في حد بيعمل كده قدامه؟ خالص ما بيعملش معاه اي حاجه خالص بيتفرج على حاجات عنيفه؟ بصي الطفل يقلل بصي الطفل مش عنيف طبعا الطفل ليه دايما ردود افعال لو انت عنيفه بتضربي هيضرب اخو الصغير اسمعني بس لو انت هيعوضها لو هو بيتفرج على حاجه كده كرتون عنيف هيعمل زيه فشوف هو بيتفرج على ايه وبيعمل ايه اولا فاهمينه بعد كده غلط بس هو بست سنين بيتكلم وبيتكلم ذكائه كويس لو انت كل ده مش موجود شوف بس هو بيتفرج عليه بس في الكرتون الاول او بيتفرج اتفرجي ها في حد بيضربه في البيت انت ما بتضربوش حد اخواته بيضربه مثلا او كده مدرسه حد بيضربه مش حاجه بتحصل يعني بس مدرسه في كراسي كده باب الطاق يعني الحاجه اللي انا كله عايز حاجه يعملها ولا ايه اللي حصل عايز حاجه يعملها ما برضاش اعملها له مثلا او حاجه طبعا بيخش تمبر تانترم دي اسمها تمبر تانترم بقى يا جماعه هنا وبدا هيك دي تعنط ولا بتفهميه؟ انت مش هتعملي كذا عشان كذا؟ لا هو عارف ان هو غلط بس هو مصر وعايزه برضه. يقوم بقى يرزع ويعمل الحاجات دي ويرزع بتعملي ايه بقى مع ساعتها؟ مش حاجه بس خلاص بس خلاص لا بقوم مثلا عشان اضربه وما اضربوش برضه. يقوم قال لي خلاص يا ماما خلاص يا ماما اخر مره بقوم سايبها. طب كويس. خلاص. يعني ما ضربش ولا مره؟ لا ما بضربش خالص. هو بيتكرر تاني نفس بتاعي تاني عشان عايز اللي هو عايزه. ويقول له مفيش مشكله اعمل اللي انت عايزه. الموضوع بيتكرر. اللي انت عملته ده غلط. ماشي وهتعاقب عليه عقاب طبعا بتكون حرمان من حاجه بتحبها ما فيش ضرب طبعا اقفلي التلفزيون اقفلي شيلي الموبايل ها عايز هذا على اخو مثلا حتى مفيش النهارده مثلا ملاهي كده في عقاب ولازم يتنفس على فعله ده ماشي قول له النهارده انا قلت لك ان ده غلط فهمني اول مره ده غلط وان لو عمل كده تاني هيتعاقب ماشي وتبقي ثابته في كلامك ما تدعيش في كلامك يعني الغلط اتعمل تاني هيتعاقب ماشي ويتنفس نعمل ده العقاب هيحصل ماما مش كلام في الهواء وخلاص ماما بتقول الكلمه وتنفس فهماني بس تاني حاجه ما تستجليش على اي حاجه من السلوك ده اعمل نفسك في الارض وعيط وعايز خلاص ينزلوا بقى وتعمل هو عايزه لو عملتي كده هيفضل يعمل كده طول عمره مش هيتحسن انت اكيد كان كده هو صغير ده اكيد الموضوع ده بادئ وهو صغير دي اسمها تمبر تانترم بتحصل يا جماعه من 4 سنين التمبر تانترم ده بتبدا سنتين ونص سنين نوبات الولاد دي الطفل اكيد شفتوهم كلكم ولادكم او بره في الشارع دي قصه في دماغك كده حتى في شغل مركز دماغي بقى اللي عايز المفروض دي وهو نفسه في الارض ومصر عليها تمام طبعا لو ام استجابت انا مندرس ومحرجه وهتعمل ايه بس لو ام استجابت طبعا مره الموضوع انتهى هيفضل كل مره بيتعاقب كده السن ده يعمل نفس الاكشن هو هيتحسن بالتدريج سيبيه يعيط ويتخلق في الارض ويروح اوضه ثانيه سيبيه ازعل منك ومش هتكلم معاك ولا هسمعك روح اوضه ثانيه سيبيه يعيط خلاص عيط هو هيجي لك بس انا غلط ان هو ما كانش بعدين خلاص بقى الموضوع بيخلص خلاص بس بعد كده اعملوا بقى كده على الحيطه انت النهارده عملت اليوم الفلاني ده كده بس بتهدي ده سلوك سيء وساد فيس يبقى عارف ان هو عمله المهم دايما كل يوم كده ستار شيت عشان يعرف ايه كويس وايه وحش على النقيض ده عمل حاجه حلوه تحطها له في ناحيه كويس عشان يتحفز
انت النهارده طلبت مني بقك ماما لو سمحتي انا عايز كذا، هقول لك ينفع او ما ينفعش، معايا فلوس مش معايا فلوس، ينفع انزل او كده حسب ظروف الشيء المطلوب ايا كان. ها لازم ايه تتكلمي معاك كده بالراحه والتفاهم، تعلمي ازاي تطلب شيء يعني. ربنا يا كلنا بنعاني والله. لا انا هو بيخاف جدا. ها بيخاف جدا يعني، ممكن والله احنا مش يعني الناس اللي ما يعرفوش ممكن ما يتفاجئوا. لا يشوفوا دي حاجه عاديه، بس انت قلتي على الناس خلاص دي زياده وتعرف على الناس، مش تروح مدرسه ولا قاعد اونلاين. لا هو الناس اللي عارفينه اوكي يعني بيتعامل معاهم عادي خالص. اوكي عادي، دي بس دي اختلاف شخصيات. ممكن لو داخلين بيت مثلا في شخص اجتماعي وحبوب ولزوز ويدخل يتعرف على الشارع كله وعارف الشارع كله عارفينه بالاسم، بيقلدك بيقلدك قوي ومش بابا كده مامته كده، هما دي حاجات بتبقى اجتماعيه شويه او جينيه. لو ايش عاوز ايه بقى خرج ايه روحي مع خرجوا مدرسه مع اصحاب المدرسه مع امهاتهم وتعرفي على الناس خليه يعرف الناس وهكذا، حبه حبه هياخد على الجو هيبقى كويس يعني. نفس البيت بس لو طفل اللي هو ايه بقى اللي هو العنف ان هو يضرب راسه في الحيطه او حاجه، بس لو ايدج مثلا صغير يعني سنه ونص او حاجه والسبب ان اخوه الكبير او اخته الكبيره عملت نفس. ما هو بيقلد الكنترول بقى كبير. اه المانجمنت وقت الاتاك في الايدج اللي انا مش هقدر اديله اوردر بقى يعني افضح حضنه واحشويه. طب ولا مثلا مره اشد عليه سيبيه يعيط، لا ما تشديش عليه اسيبيه يعيط مش هيجي نتيجه يعني ولا يقول ولا يقول سيبيه يعيط. لا كده غلط كده، لا كده لا كده غلط، وقولي لي كبير كده غلط ماشي، ويجي يعتذر لك قدامه احتوي الكبير ولا في قلب كبير. لا هو اتعلم وخلاص يعني بيجي لازم يعمل نفسه برضه. هو علمه كده يعني علمه ايه يعني لو الاخت او الاخ علم الطفل الصغير ان لما يبقى بقى كبير لسه بيعمل نفس الاكشن على بطاله. لا معلش طب الحمد لله الصغير خد الاكشن بقى خلاص كويس. الصغير يعني حاول بس على حاجه تعوره وتبيع عليه بس ما تعورش بس تبيع عليه ما تخليهوش ما تخليش هو عايز يعني. مثلا يا دكتور مره اخد مثلا طفل واقول لامك مره ثانيه تعاقب هو لا كده مثلا لا يتعاقب ازاي هو مش فاهم يعني هو رفع ايده ولا دايما ولا مع الفلاح فلاح تاكل بقى جنب جوه جنب بعدين هيتكلم يعرف يقول انا عايز هو لسه مش بيتكلم كويس يقول انا عايز كذا زعلان منه ما هو مش هيضحك حد زعلان منه حتى مش كويس كمان سنه ونص نقول بابا مش عارف اي حاجه يعني هو بعد كده هيتعور وبطل يعملها لما يتوجع هيبطل يعملها. عايزين نعمل جلسه بس تقول بقى نروح كرتون وحاجات عايزه برضه اطفال ابلاي شكل حلو جدا شكل حلو جدا في النادي في النادي تبقى جميل. لو انا حاجه اوتيزم او اي دي اتش دي انا هقول اعمل معاه بيشر كونسليشن. احنا قلنا لا لا انا مش عايزه خاصه هي جايه لي حاجه ثانيه جايه مش خالص ناس انا ايه هي جايه لي انا كاطفال حاجه ثانيه مختلفه خالص بس هي ده موز اوتيزم افضل موز حاجه ثانيه ده مش بيشر كونسليشن عندي يعني له اهميه بالنسبه لي دي كيشن تريتمنت عامل معايا تعامل مع هو يا دكتوره انت بتاعت محاضرتك هتقول بريك وتتكلم وبعد المحاضره الاخيره تتكلم تتكلم مع الاي ام اللي كان على النقود تخش هو بياخد ادويه معينه وانت تبتدي ادويه معينه لازم يبقى كان في انتراكشن منهم ولا لا ثالثه وتتكلم معايا يا بابا كده عادات حقيقيه اي دواء بياخده ويبقى ده اي ادويه من بره مع الدواء البيتوزان كده بالظبط انت ابلاك بياخده والله اعلم في ناس كتير ادويه من انحاء العيال انا بزود حاجه عليه لازم اشوف اولا ده ليه سبب تفضل مش هتبقى في انتر اكشن هنا ولا لا لازم انتر اكتف انتر اكشن لكن غير كده انا مفيش حاجه يعني. يلا نبدا الاوتيزم الاوتيزم فضل الاوتيزم وبعدين بيري وبعدين النيوريسيس بنتكلم في النيوريسيس النيوريسيس ولا الاوتيزم؟ لا بص هنتكلم في الاوتيزم ان شاء الله الاوتيزم ان شاء الله ماشي سيبنا اي دي اس دي خلاص طيب نخش في السكند توبيك ان شاء الله. اولا انا مش بقول بليت سبيتش وات لايز بيهايند ذا وول يعني الطفل ده جاي لي متاخر في الكلام هل كل طفل متاخر في الكلام هيقع تحت طائله او تشخيص ان هو عنده توحد؟ طبعا لا تمام طيب اجنده ان شاء الله بتاعتنا النهارده هتكون ايه؟ استنى خمس دقايق لما لا 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 كمان هندي بريك بعد دقيقه وبعدين ناخد بعد الاوتيزم وبعدين ندي النيورسيس بقى تمام. اولا هنعرف كيس لا خلاص مش مشكله شكرا ربنا يخليك لا ده بوينتر تمام مش بيقلب تمام
كل حاجه. اه تمام. عايز بس اوصل لي اسمي. حطها ما انا حطها في هنا في اي اسمي. لازم يتوصل في اللاب. في اللاب نفسه. هو كده في اللاب. هو كده في اللاب. عشان يتدون المفروض. لا هو شغال بوينتر. هو كده شغال. بس شايف في حاجه عم يعني مش كويس. الدنيا ماشيه كويس. الدنيا ماشيه كويس. الدنيا ماشيه كويس. الدنيا ماشيه كويس. اول حاجه هنقول ايه بقى؟ هنتكلم اول حاجه عن حاله برضو زي ما تعودنا. وتاني حاجه كده هنقول برضو اوفر فيو على الاوتيزم سبيكترم ديسوردرز. ايه هي النهارده جايه 100 غمر عشان اقول لكم عايزين نشخص توحد بدري. لسه بنتكلم مع الدكاتره دكتوره بدر ودكتوره رشا والدكاتره الزملاء الاعزاء بيقولوا ان انا مش عايزه التوحد يجي متاخر. انا جايه النهارده اتكلم معاكم عشان نشخص طب التوحد في اول سنتين من العمر ويا حبذا اول سنه من العمر. الايرلي ساينز اوتيزم. طبعا ازاي اعمل سكريننج للاوتيزم سبيكترم ديس اوردر تمام. وايه هو الديفرنشال دايجنوست بتاع الريد سبيتش؟ هو كل طفل عنده تاخر في الكلام يا جماعه قوي ان هو توحد؟ لا. طيب حالتنا حاله طفل 3 سنين جالنا عيادة الطب النفسي بابا اهله جايبينه عشان كان كونسيرن ذات هي وزنت سبيكينج ابروبريتلي فور هيز ايج 3 سنين تمام. ما بيتكلمش كويس. هيز برينيتال اند نيتال بيريدز وور ان ايدنتيفول خالص. كانش في اي مشاكل لا حمل ولا ولاده ولا رضاعه ولا بعد كده مش اي مشاكل. هيز موتور مايلستونز وير نورمال فول ايج. بس فين ازاي يا جماعه بيعمل اسسمنت الحاله يا جماعه؟ ده انا دكتور اطفال لازم اعمل كده في اي حاله جايه لي تمام. And his parents supported that he was speaking well at around 1 year. كان بيتكلم كويس قوي هو عنده سنه. Which gradually decreased. للاسف فقد هذا الكلام. كان بيتكلم عن سنه قال بابا وماما وتيتا ودادا وبعدين بطل. He didn't look at people. He didn't ask for anything. And preferred being alone. عايز يقعد لوحده طول الوقت مع نفسه كده. متقوقع يعني. He was a very independent child. His parents found him occasionally repeating dialogues here on television. يعني هو بيتكرر يجي يكرر الاعلان يسمع مش عارف ايه جمله يعيدها. He put everything into his mouth. يتعرف على كل حاجه في بقه. Mouthing. And mostly played by repeatedly manipulating switches and threw a temper tantrum when he was restrained from doing so. عايز حاجه يتحقق يعمل temper and tantrum لو بقى هيك تمام. He liked music and advertisements on TV but didn't seem to respond to any other noises. يعني هو بيحب حاجات معينه يروح يجري يسمع الاعلان ده من الاوضه دي يجري على الاعلان ده اللي هو سامعه وشايفه وسقه بيحبه. Including when his name was called. نده عليه ما بيردش. يا فلان ما بيردش خالص. لكن هم شافوا ان هو ما بيسمعش. وراحوا لدكتور الانبول اذن او السمعيات. سؤال: What do you think about difficulties? Do you think he may be deaf? وثالث حاجه: How would a deaf child behave differently from autistic child. الحقيقه دي الاسئله اللي احنا هنجاوب عليها في المحاضره دي تمام. اولا could it be autism؟ يا ترى هو توحد او لا؟ اعرف ازاي ان الطفل ده عنده اوتيزم؟ كان حد بيتكلم صراحه كان بيتكلم في توحد قبل ما ننتزي ونقول البريفلنس اوف اوتيزم زاد قوي تمام. الاي دي اتش دي حاجات النيورو ديفلوبمنتال يا جماعه للاسف البريفلنس بتاعها في ازدياد. النهارده احنا بنتكلم في 2004 ها؟ كان هو ايبيديميك. انا فاكره ان الدكتور الصابر كان عامل يمكن قال ايه ساعتها قال الاوتيزم ايبيديميك. الكلام ده كان في الالفينات فعلا كان في 2004. شوفوا كان طفل لكل 166 طفل. النهارده احنا في 2021 دي 2020 تمام؟ كان مطلع طفل في كل 54 طفل عنده توحد. متخيلين يا جماعه؟ احنا ازاي بنعلى ونزيد ولسه هنزيد طول ما احنا ماشيين بنفس الطريقه دي تمام؟ طيب بيقول لك الاوتيزم طبعا دي سي دي سي داتا. الاوتيزم زاد 178% خلال طبعا ده عالميا سينس 2000. حلو. طبعا السكس بريدكشن بقى يا اولاد اكتر ويا بنات اكتر افتكروا ايه؟ ولاد طبعا. طبعا واخدين الامر هات الحمد لله في كل الامراض للاسف. البنت جت مصابه بتبقى سيفير تمام.
للاسف دلوقتي عامله بقى كلاسر بقى للجينز بقى تمام. لكن اولاد الحقيقه اكتر من البنات فعلا اصابه, واكتر طبعا بنشوفهم اكتر البنات اصابه برضه بنسبه برضه 4-1. وديز نمبرز قلنا اون سيجنايز طبعا. ايه سبب التوحد؟ ها ايه السبب؟ ايه اللي جاي من التوحد؟ ليه الاطفال عندها توحد؟ ها طبعا خلاص اتفقنا في جينيتك بيزس, وبعدين في انفيرمنتال فاكتورز بتشتغل عليها اللي هي بنسميها ايه؟ الايبي جينيتكس. تمام الايبي جينيتكس ايه هي؟ ايه هي الايبي جينيتكس اللي نقول بقى دلوقتي؟ طبعا صوره كبيره قوي شايفين الام وهي حامل اصلا تمام, ام اثناء الحمل عندها جادس ميوزس مثلا الدايت اللي بتاكله الام. ما احنا بندور بقى ليه الطفل بيجيله توحد النهارده واي دي اتش دي؟ كل دي عوامل جواب بتاثر. ام بتاكل ايه؟ الام بتاخد ميديكيشن ايه؟ كان في بيبر جديده مكتوبه الحقيقه ومنشوره على الباراسيتامول اللي هو كان بيبقى مسموح لنا الوحيد ناخده اثناء الحمل, بيقول لك ما ناخدوش حاجه ثانيه غير البنادول او بارامول او الابيمول صح؟ دلوقتي بيقول لك في بيبرز الابيمول بيزود الاي دي اتش دي وبيزود الاوتيزم تمام؟ طيب اللايف ستايل فاكتور بقى الام عايشه فين؟ بتعمل ايه؟ التوكسينز حواليها الاكسبوجر بارنتال الباترنال امبالانس بقى المشاكل بقى اثناء الحمل المشاكل النفسيه والزوجيه والخناقات وحتى النكد عامه بيعمل مشاكل كبيره جدا. ده حقيقي ده حقيقي دي دراسات مثبته مش كلام والله. طيب يبقى قلنا يبقى من التوكسنز حواليها بقى الطفل بقى اتولد كده هو بقى عنده حصل له ايه بقى؟ عنده اميون ديس ريجوليشن بقى بدو ولا هو بقى كويس اتولد لسه هو كويس ما حصلوش مشكله. طيب يا ترى البالونتا توكسنز ياما عملنا بيبرز ونشرناها في اطفال واحده عندنا في الدمرداش عملنا الهيد ميركري والليد والالومنيوم في شعر الاطفال دول. احنا وصلنا كذا حاجه مع استاذتي ربنا يديها الصحه والعافيه دكتوره فريده الباز عملنا كذا حاجه طلعنا الميركري عليه في الاطفال دول شعرهم ما اخترناش الدم اخترنا الشعر عشان هو دي لونج تيرم افكت بيعبر عن كرونيك توكسيستي فلقينا الميركري عندهم عالي. تاني بيبر عملنا بقى الثلاثه الالومنيوم والليد والميركري لقينا الالومنيوم بقى اللي عليه في السكند بيبر دي الومنيوم. وساعتها قلنا الامهات ما نطبخش في حاله الومنيوم تمام؟ هي بتحط ديودرنت مثلا في الومنيوم الحاجات الموجوده في الديودرنت تمام؟ اثناء الرضاعه والحمل. الميركري موجود في سمك التونه اللي بيجي لنا من جنوب شرق اسيا علبه التونه دي كلها فيها ميركري يعني اثناء كبيره جدا بتتعرض للاشعاعات والحاجات اللي عندهم هناك فتلاقيها فيها هاي ليفل اوف ميركري النهارده دي في النساء بتدي انستراكشنز اول 3 شهور ما ياكلوش سمك الحوامل ما اعرفش عارفين ده ولا لا من زمان قوي دلوقتي بيقولوا ما حدش ياكل سمك اول 3 شهور ما ينحمش عشان الميركري طازه ولا سمك معلب؟ السمك بتاعنا بتاع النيل ولا؟ بيقولوا اكثر سمك يعني ابقى منعوه كله برضه عندنا في ناس بتلوث شويه لحضرتك فبنقول الام اللي بتحشي سنانها بتقول لك حشيتها حطوا فيلن في السنان في ميركري ممكن برضه كله جراوند على الطفل تمام؟ دي كلها يا جماعه عوامل ايه؟ بتؤدي لحدوث التوحد تمام؟ طب فاكسينيشن اتكلموا عن الفاكسينيشن الدنيا قامت في سنه 90 جم قالوا ولادنا مجموعه كده من الناس بعد ما خدوا الام ام ار عند كان سنه 13 شهر قالوا ده هو ده السبب ولادنا كانوا كويسين وبعدين بفقدوا الكلام بعد ما اتعملوا الام ام ار وقامت الشركه ورفعوا قضايا في لندن وعملوا يعني بلاوي وخناقات في الاخر قالوا لا ملوش علاقه ارجعوا ده لايه؟ لان البريزرف بتاع الفاكسين ام ام ار في حاجه اسمها فيومرسال اللي هو في ميركري اللي هو حاط البريزرف اللي بيحفظ الفاكسين فقالوا لا ده هو ده السبب الميركري هو اللي عمل القصه دي كلها بتاعت التوحد. في الاخر بعد كده رجعوا قالوا لا خلاص مش هو ده السبب الناس طعم عادي مفيش مشكله في الفاكسينيشن تماما وقللوا قوي نسبه الثيرموستات في الفاكسينيشن ومنعوها اعتقد قلت جدا نسبه دلوقتي متهيألي مش موجوده اساسا في الفاكسينيشن يعني تمام. الاستريس طبعا قلنا المشاكل بقى طبعا الدايت بتاع الطفل نفسه الميكروب اكسبوجر وهكذا فاحنا عندنا حاجات كتيره جدا ممكن تعمل ايه؟ التوحد زي ما قلنا جينيتك بيزس مع انفيرمنتال ايه؟ ايفوليوشن لما سن الاب بيزيد او سن الام بيزيد ممكن يحصل لو نسبتها عاليه في هؤلاء الابهات والامهات يعني اللي هو بيرث ويت دي كلها يا جماعه ايه؟ بوسيبل فاكتورز. وفي الاخر بنقول اهو عندنا انفيرمنت وجينز تفاعلوا مع بعض يديني ايه؟ المشكله اللي هي بنسميها الايبي جينيتكس لازم تعرفوا لما فيش دكتور هنا ما يعرفش الايبي جينيتكس لازم تعرفها. في اطفال عندها نفس الجين ديفكت ما بيجيلهاش توحد او ما بيجيلهاش الا مرض ليه؟ عشان ده في عامل اشتغل عليه خلايا بيبان في جين اكسبريشن تمام؟ اوكي. طب نقول ايه يعني ايه بيحصل حال يعني ده ميوتيشن تغيير في السيكونس بتاع الدي ان ايه؟ لا ده مش ميوتيشن بس بيحصل مشكله في مثلا ميثايليشن او هيستو موديفيكيشن تمام؟ في الجين نفسه. طبعا دي نفس يمكن السلايد الانفيرمنتال برضه بتاكل ما فيش مشكله قلنا ما فيش خلاص علاقه ما بين الفاكسين والاوتيزم. طيب ايه بقى هي كلينيكال فيتشرز بتاعت الاوتيزم سبيكترم ديسوردر؟
هل اي طفل متاخر في الكلام يا دكاتره هقول عليه ان هو عنده توحد؟ طبعا معظم الاطفال بتجيلنا بالعرض ده ان هم عندهم delayed speech، ده اكيد معظم شكاوى الاهل ان هو delayed speech. تمام. وطبعا unfortunately only a few parents note the characteristic features of autism in their children. مش كل الناس على فكره عندها awareness وعارفه ايه هي الاعراض بتاع التوحد، حتى الناس اللي مش دكاتره في ناس عارفه في ناس مش عارفه. some of the symptoms طبعا هي ايه يعني السيمبتومز بتاعت الاوتيزم at various fields of growth and the reflex، مش كلهم عارفين الهير ريفلكس. عشان انا كدكتور اعرف او اقول الطفل ده مش طبيعي لما جاي حياتك، يا مثلا لو في جالك عايز بره يا جماعه في اوروبا والدول المتقدمه الاطفال من ساعه ما بتتولد ليهم حاجه اسمها تشيك فيزيتس، يعني يجي لك اول ما تولد تطمن عليه خلاص تقول له طلعت بسلامه، يجي لك كل شهر. ها شهر مش طبعا احنا ما بنعملش كل ده، الناس ما بتعملش ده في بلدنا هنا. ايه ظروف بقى اقتصاديه، ظروف اي حاجه ما علينا، انما الحق الطفل هو دي تشيك اب فيزيتس دوريه اتابع فيها نموه الطبيعي وتطور الطبيعي بتاعه اللي هو ايه؟ ان هو مجرد اند ديفلوبمنت. تمام؟ ده دوري انا، اقول الطفل ده طبيعي، ليه تقول الطفل ده طبيعي ولا مش طبيعي يا دكتور؟ عايز اعرف هو كده سنه كويس ولا متاخر عن اقرانه في سنه؟ طيب عشان اقول بقى ان هو عمل انتكشن ابنورمال، الله اعظم بسم الله. طب ظهر هنا ما شاء الله احنا خدنا وقت كبير. لسه. طيب بنقول طبعا الديفلوبمنت اتس مور ذان هايت اند ويت. Observing how the child play, learn, speak, and act. طفل بيتعلم بيتحرك بيناس بيعمل ايه؟ ده برضو مهم زي بيزيد في وزنه الطول. تمام؟ مش بس وزنه حلو الحمد لله طوله كويس الحمد لله يلا مع السلامه. لا. تابع كمان تطور هذا الطفل في كل النواحي اللي اسمه واجب محاضره سنه خمسه، لكل النواحي ايه؟ الديفلوبمنتال مايلستونز. سوشيال، كوميونيكيشن، كوجنيتيف، الجروث موتور والفاين موتور والادابتيف. طيب. Monitoring milestones can offer early signs of delay. زي ما بنقول لو انا عرفت milestones كلها وتابعتها في الاعمار المختلفة هعرف اعمل early detection لتوحد.
طبعا continued social emotional development is a key of to forming strong relationship and continued living. لازم تبدا اطمنه يرضى ويغير ويحس بالامان عشان يبتدي يتطور بشكل صحي. عن ثلاث شهور يا جماعه اخر ثلاث شهور الطفل ده يعرف يعمل ايه؟ بيجن ديفلوب سوشيال سمايل، ابتسامه اللي هي من غير حتى تفاعل خالص اللي هي spontaneous smile. enjoy playing with other people and may cry when playing stops. become more expressive and communicate with more and free somebody. عن سبع شهور الطفل ده طبيعي ان هو يعمل ايه؟ smile back. بتضحك له؟ يضحك له. مفروض ده المفروض. respond to sound with sounds وهكذا تمام. enjoy ده طبعا بداية تطور الكلام. enjoy social play. طفل كده لذيذ كده وجميل وحفوب مش اكل كده مش عايز يلعب ساكت طول الوقت. لا ايه هي red flags في هذه المرحلة لازم حضرتك تعرفها. red flags في سن سبع شهور no big smiles or other warm joyful expressions. no back and forth sharing your sounds. مفيش اي smile مفيش اي تفاعل. قلت دي وقت ما بيبتسمش الدكتورة خالص ولا حتى بيبص لي حتى تمام. طيب عند سنه بقى المفروض هو يوز سمبل جيستشر. يعني ايه سمبل جيستشر؟ يشاور مثلا على حاجه يقول باي باي يقول نعمل كده براسه لا ها دي اسمها جيستشر. او هو يقلب تمام تمام. ايميتيت اكشنز ان ذا بلاي. يقلب يمسك مثلا شنطه ماما يمسك الموبايل يحطه على ودنه يمسك الفرشه مثلا يسرح فيها شعره ها هو عارف يقلب ويعمل ايه ده بيعمل بيه ايه زي ما يشوف الدنيا حواليه. طيب ريسبوند وين تولد مي. ريد فلاجز في هذه المرحله ان هو ما بيعملش اي جيستشرز زي ان هو يشاور او يوريك حاجه مثلا او يعمل باي باي. بنده له ما بيردش تمام. نو بابلينج مفيش ماما بابا دادا عند سن سنه. ما نقولش لا ده عادي لا مفيش مشكله لا قول اه ده في مشكله وشوف ايه سببها توهم من عدمه لكن هو في مشكله. ما قالش ولا كلمه عن سن سنه ده كده متاخر يا جماعه. طيب عن سنه ونص دو سمبل بريتند بلاي اللي هو اللعب التخيلي اللعب التظاهري ان هو يلعب مع مثلا يمسك مثلا عروسه مثلا ينيمها ياكل دبدوب مع جنبه وهو بياكل بالاكل الدبدوب وهكذا. اذا ترد على العروسه تغير ما اعرفش العروسه الحاجات اللي بيلعبوها دي. بوينت انترستنج اوبجكتس طبعا ده برضو يعني بودنج ان كونسيدريشن هو عارفه. ساعات امهات هي تقول لك هو مش عارف القطه هو مش عارف البطه هو مش عارف البلد اللي حواليه برضو ما عرفتوش لازم يكون عارف الحاجات المعرفيه دي كلها. يوز سيفرال سنجل ووردز يعني ده هنا 18 صح هنا سنه ونص يقول كلمات فرديه ممكن اه يعني بابا ماما تيتا دادا ميه بيبي مش لازم جمله لكن يقول كلمات تمام. طبعا ما قالش ولا كلمه عن سنه ونص متاخر ونو سامبل بريتند بلاي متاخر دي ريد فلاج نسميها ريد فلاج خلي بالك. طيب عند سنتين خلاص لازم يقول جمله من كلمتين لاربع كلمات. لو ما جالك طفل سنتين ما بيتكلمش متاخر جالك طفل سنتين بيقول كلمات متاخر ماشي هو متاخر بس نتابعه ونشوف فيه ايه. طبعا حسب برضو الاذر ايه فاين زي ما تشوف دلوقتي تمام. فولو سامبل انستراكشنز ده طبيعي ان هو اقول له روح اقلع الجزمه يقلعها هات ميه يجيب ميه اشرب يشرب ياكل ياكل. بوينت اوبجكت اور بيكتشر وي نيمد تمام. طيب طبعا ريد فلاجز ما قالش جمله من كلمتين في هذه المرحله وايه ولاك اوف انترست ان اذر تشيلدرن ما بيلعبش مع اطفال غيره مش عايز يلعب مع الاطفال. طبعا دي اهم بقى ريد فلاج الحقيقه اللي هي لوس او اني لوس اوف سبيتش اور بابلينج اور سوشيال سكيل. يعني كان بيتكلم ما بقاش يتكلم، كان بيلعب ما بقاش يلعب. كان سوشيال ما بقاش سوشيال، تمام؟ دي كلها يا جماعه بقول ريجريشن ات اني ايج از ا كوز اوف ايميديت ريفيرال، تمام؟ طيب. طبعا عشان اشخص توحد الدي اس ام بتاعنا الحلو الجميل دي اس ام 5 طبعا، تمام؟ لازم يكون في عندي تو اليمنتس. اول واحد فيهم هو ايه؟ امبيرمنت ان سوشيال كوميونيكيشن اند انتراكشن. ده اول ايتم. ثاني ايتم ايه؟ repetitive and restrictive repetitive behavior pattern of behavior يعني بيعمل حاجات ايه زي rituals او حاجات روتينيه زي ما هنشوف دلوقتي بيعملها ازاي تمام. وهنشوف ازاي ممكن عنده مشكله في التواصل والناحيه الاجتماعيه ازاي برضه. اهو بيقول الطفل ده عنده persistent deficit in social communication التواصل الاجتماعي and social interaction ما بيتفاعلش مع غيره. restrictive and repetitive behavior خلاص قلناها نقول لازم بالتفصيل بقى ساخن طبعا دي بتبقى موجوده in early developmental period مش بعد كده يعني في اول سنتين تمام ثلاثه. طبعا السيمبتومز ليميت عامله ليميتيشن وامبيرمنت للفانكشن بتاع الطفل ما هو الاهل وللطفل ما بيتكلمش ما بيتفاعلش. طيب هيتطور ازاي؟ وطبعا هي ما تكونش اكسبليند ان هو عنده انتيفوكس ابيليتي اللي هي اي دي تي معناها انتيفوكس ابيليتي ولا جلوبال ديفلوبمنتال ديلي يعني عنده حاجات ثانيه متاخر. عايز اقول لكم بس كلمه في السلايد دي ان التوحد مش بس عباره عن سوشيال ديفيسيت ولا ديليتد سبيتش او لانجوج سبيتش ولا ريبيتد بيهيفير. التوحد في حاجات كتير قوي
محيطه بيه، لو بصينا له كده بالنضاره المعظمه او بالعدسه المكبره ها هنلاقي فيه عنده سليب ديس اوردرز وعنده مود ديس اوردرز وعنده انكزايتي وعنده جي اي تي ديس اوردرز وعنده ديسبايوزس وعنده وعنده ممكن في اطفال عندها سيجرز عندها تشنجات مش كلهم بس طبعا ده لو اتوجد يبقى ده باد بروجنوزس تمام. في عند اطفال عندها تيمبر تانترم ممكن النهارده احنا بنتكلم قريب في ميتنج قريب من كام يوم كده عن الكوبر بيت بين اي دي اتش دي واوتيزم بس هنشخص اطفال عندها اوتيزم واي دي اتش دي تمام دي هو الدياجنوستس لو ممكن يبقى عنده الاتنشن هايبر اكتيفيتي امبالسيفيتي تمام مع الاوتيزم للاسف. طبعا كلينيكالي بقى بنقول الطفل ان عنده انابيليتي تو ميك وورم ريليشن شيب وذ بيبل ما يقدرش يعمل علاقات مع الناس ممكن مثلا تتعور مثلا ايديها اتعورت تقول مثلا بيجي ما يبقاش ايه مش 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 ما يتفاعلش معاها دونت ريسبوند تو بيرنت افكشن بيهافير مفيش مثلا عنده مشاعر كده زي الاطفال الثانيه سمايل اند لوك ات اذر ليس اوفن ما بيضحكش مع الناس الثانيه ولا بيتفاعل معاهم ولا حتى لما ينتهي له باسمه ليه حياته الخاصه اون ثينجز ريجاردلس اوف هو از اراوند الناس حواليه بيلعبوا بيتنططوا هو مع نفسه وعايز يقعد لوحده كده في ركن الاوضه يلعب مع نفسه انترستد في الاوبجكتس اكتر ما هو انترستد في الناس تمام. طيب بور يوز اوف سيجنال اوف سوشيال سيجنالز اند ويك انتجريشن اوف سوشيال ايموشنال اند كوميونيكيتيف بيهافير فيلير تو ميك اي تو اي كونتاكت مهم قوي يا جماعه مفيش تواصل بصري ممكن تقول ما تبصش في عينيا في امهات بقى بتقول لك ده ده بدري يخش كده على العياده ازيك يا فلان تلاقيه عينه دي في حته ثانيه ما بيبصلكش اصلا مفيش اي تو اي كونتاكت. طبعا في بقى انترمنتال كوميونيكيشن فيلير في ديفلوب نورمال اهمهم التواصل ده عباره عن لفظي وغير لفظي لفظي اللي هو الكلام غير لفظي هي الحركات تمام يعني الطفل ما بيسمعش ده او اللي هو الدف شايلد هو بيشايفك كويس وبيلعب معاك ممكن يشاورلك لكن ما بيتكلمش تمام طفل توحد لا ده ولا ده عنده مشكله في التواصل اللفظي والغير لفظي تمام كده يبقى فيلير في ديفلوب قلنا بادي موفمنتس جيستشر سبيشال مفيش فيشال اكسبريشنز اصلا lack of social usage of whatever language skill are present. طبعا في الاولى دي طبعا بابلنج بشكل اصلا من الاول مفيش gestures ما بيتفاعلش مع الناس اللي حواليه شايفين دايما عنده اوفر ريسبونسيف لاي صوت اي حاجه تلاقيه حاطط ايده على ودنه اوفر سنسيف. طبعا ديفيسيت في الجوينت اتنشن ايه الجوينت حابه تعرفوا ايه جوينت اتنشن لو ايه بص بص الدبه دي بص العصفوره دي لو انا بقول لك بصي كده هتبصي او الطفل الطبيعي قلت له بصي كده هيبص ده بيبص دي اسمها فيلير ان جوينت اتنشن تمام. طبعا ليس لايكلي تو ميك اور شير اكسبيرينس مع غيره امبيرمنت ان سوشيال ايميتيتيف ما بيقلدش تفضل تقول لها بيقلد ولا ما بيقلدش او بيقلد على حسب الدرجه بتاعته يعني يقول ممكن ده مش اوتيزم اصلا ماشي او درجه مايلد بيسموه كده سمات او حاجه كده بسيطه يعني تمام. طب هو المفروض هو بتفضل عنده مشكله في التقليد. طيب ما عندوش عنده مشكله في الايميجينيتيف بلاي لعب التخيلي زي ما اتفقنا خلاص والتصوري هو البريتند بلاي. عنده لاك اوف كرياتيفيتي ما يقدرش يلعب مثلا ان هو يفكر وينظم ويقصقص ما عندوش الناحيه اللي فيها كرييشن دي الحقيقه ايه مفقوده. عنده حاجه ممكن تبقى عنده حاجه اسمها ايكولاليا. ايكولاليا دي يعني تهديد الكلام اقول له ازيك يقول لي ازيك عامل ايه يقول لي عامل ايه ما يردش مفيش كونفرزيشن بيني وبينه او بيني وبين والدته تمام او اهله تمام اسمها ايكولاليا. طبعا البيهيفير بقى الابنورمالز بتاعته بتبقى عباره عن ايه عنده روتين في حياته ثابت روتين تايت ها عايزك بقى حاجه موتور او حاجه صوت او حاجه في حياته كلها يعني عايز ياكل نفس الاكل معظمهم مثلا ياكل بطاطس محمره عايز ياكل نفس الاكل يلبس نفس التيشيرت عنده مشكله في التكستشر التيشيرت القطن ده بيريحه ما يلبسش حاجه ثانيه يلبسه على الظهر مثلا عايز يلبسه على الظهر مهما ام عملت ما يقدرش يسمع كلامها تمام هو كده في دماغه ريجيد تمام. زي بيقول امبوز اجيليتي اند روتين وايد رينج اوف اكتيفيتي لو مشيته من الشارع ده وهو متعود عليه خلاص لو لفيت لفه ثانيه من شارع ثاني ما يمشيش معاها يمشي من نفس الشارع عايز يخش الجلسه يقعد على نفس الكرسي اللي بيقعد عليه كل مره يقعد في نفس الحته اللي عليها كل مره وهكذا تمام. ولو غيرت ماينور تشينج روتين ممكن يدخل في تمبر تانتر في اي نيو سيتويشن اللي داخل العياده تلاقيه بيصرخ مش عايز يقعد مش عايز يتكلم مش عايز يخش العياده او يخش المدرسه خايف من الانفايرمنت الجديده بتاعته اي تشينج. طبعا عنده ستيريوتايب ريبتد بلاي ممكن بقى عندهم حاجات بقى بيعملوها بقى موتور زي مثلا يرفرف لو شاف حد شاف منكم يرفرف ها يلف حوالين نفسه يخبط راسه في حيطه ايدانه مثلا بحلق مثلا حاجات بتلف مروحه حاجات لعبه بتلف يبدا مثلا يلف فيها هو انترست بهذا الشكل في هذا الشيء. طيب
قلنا خلاص دي ممكن يمشي على صوابع رجليه، يخبط راسه في حيطه، هيد دانجنج زي ما قلنا، ممكن يبقى عنده فوبيا، يخاف من حاجات معينه، سليبنج بروبلمز او ايتنج بروبلمز، دايما تلاقيهم عندهم مشكله في الاكل يشموه لما ياكلوه، عندهم كده فوبيا مش اي اكل ياكلوه، وزي ما قلنا ليهم اكل معين بيحبوه. طبعا دي صوره كده لايه معظم الحاجات اللي بيجي ليها شكاوي امهات بتاع التوحد. طيب يعني انا كده استفدت ايه النهارده كده؟ يعني انا عايزه اوصل بيكم ان احنا نعمل ايرلي انفانتايل، نوصل نعمل ايرلي دياجنوز لاوتيزم، يسموه ايرلي انفانتايل اوتيزم. النهارده سي بي سي داتا تقول ان منظر تشخيص من بعد 3 سنين، احنا عايزين نشخصه بدري، ده اللي بيتكلم عنه كل العالم بيتكلم عليه، عايزين نعمل ايرلي دياجنوزز اوف اوتيزم سبيكترم ديس اوردر. ليه اتفق معاك ما يتشخص عند 3 سنين ولا 4 سنين ولا عنده ما يتشخص؟ يعني ايه المشكله؟ لا فمشخصوا بدري يا جماعه، ونبدا الانترفنشن بتاعنا بدري. بيفرق قوي يا جماعه في البرنوس بتاعه، لسه البرين في اول سنتين بلاستيك، في بلاستيسيتي ممكن اتحكم فيه واحسن فيه الترانسميترز، احسن فيه الطفل هيستجيب معايا غير ما يبقى 3 4 سنين مش هيتحسن، لسه عنده 8 سنين اوتيزم ما بيتكلمش ولا كلمه. تمام؟ طبعا في ناس بتبان بدري بتتحسن وناس ما بتتحسنش، ها هي طبعا البرنوز مختلف، لكن لازم نعمل اللي عليا. تمام؟ الاطفال كتير جدا نبدا لهم بدري علاج بيتحسن، طبعا مش هيبقى بيرفكت، لازم برضه في برضه الديفيكولتيز والمشاكل بتاعته، لكن هو على الاقل ممكن يتكلم، ممكن يتفاعل. تمام؟ نبتدي احنا دورنا كاطباء نعمله صح. بنقول انفانت ويز اوتيزم كان بريزنت او مي بريزنت از ايرلي از 6 مانثس، هو ممكن اشخصه عن 6 شهور؟ اه ممكن يشخصه عن 6 شهور الحقيقه. تيجي الام تقول لك الواد ده ساكت قوي، طفل هادي جدا، غريب، ينام ما بيعيطش. وما بفرقش معاه حتى لما ممكن تشيله يعني. ممكن يبقى اريتابل اكتر من العادي، ممكن حتى يبقى عنده ديفيكولتي في الفيدنج، ما يسالش عن الرضعه بتاعته، حتى لو خدت منه بالونه ما يعيطش، ما يزعلش. ذا انفنت مي نوت انجيج ان سيبريكال بيهيفير، ان هو مثلا ايه يلعب مع 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 غيرانته مثلا، يبص في عينيه، يبص في رضاعه، ما يبصش في عينيه. اللعبه دي بتاع 9 شهور اللي هي كيكا بو، اللي هي بتاع الاولاد واحنا صغيرين دي كلها بيحبوها قوي، دي كاركترستيك جدا عن 9 شهور، لو جالك 9 شهور وما بتحبش مش انترستد في اللعبه دي، شكرا ان هو توحد. ما عندوش تفاعل، مفيش سوشيال بلاي ولا تفاعل مع غيره. السوشيال سمايل الابسنس بتاعها ده حاجه برده ايه؟ كويشن مارك، خلي بالك. ما بقولكش هو توحد، تابع بقيه اذر ساينز اوف اوتيزم، تمام؟ فالسوشيال سمايلز لازم ايه نبص عليها. الديفلوبمنت طبعا بيبي نورمال لغايه سنه سنه ونص، وبعد كده يفقد ايه؟ السكيلز دي كلها واللانجوج اللي كان موجود. بصوا ممكن الصوره دي كلها عن 6 شهور، بص فين يا جماعه الاي كونتاكت؟ ده عن 6 شهور، بص الاي كونتاكت مهم قوي عن 6 شهور. Not regular smiling or displaying joyful and engaging expressions. Eye contact is short or absent. تمام؟ coupled with no cuddling. تمام؟ ده 6 شهور اهو. طيب 9 شهور. Absence of imitating or making sounds. مفيش تأكيد ولا sounds. ده الطفل طبعا طبيعي. ها؟ No smiling or mimicking facial expressions. عن سنة مفيش ولا كلمة بيقولها. ها؟ ولا no cuddling. Limited gestures ما بيقول ولا pointing ولا waving ولا أي حاجة من الحاجات دي، ولا بيوصل لأي لعبة، مفيش interest أصلاً في اللعب. No response of their name أو to their name، تمام؟ In other words, seeming as though they are ignoring you when you call them، كأنه مش سامعنا، كأنه متجاهلنا تماماً. عن سنة ونص، ها؟ مفيش قلنا برضو ولا كلمة. Not pointing the object عن سنتين طبعاً. Difficulty putting two words together، مفيش جملة زي ما قلناها، مفيش جملة من كلمتين، تمام؟ وايه وتشوزنج تو ايميتيت او ان هو يريبيت المينز، يعني عنده مشاكل في الكوميونيكيشن. خلاص طبعا ده طفل ايه مركز اكتر على ايه؟ على الاوبجكتس، دي اوبسيسد قوي بالحاجات اللي معاه، اوبسيسد قوي باللعب. ساعات حتى طريقه لعبه مختلفه، الطفل ماشي العربيه صح، طفل توحد ما يمشيهاش كده، بيقلبها ويقعد يلعب كده في العكس، بيبقى عنده طريقه كده معينه يا جماعه في اللعب بتاعه، لو اديته مكعبات يركبها يركبها هي فوق بعضها كده او يرصها جنب بعضها، يرص يرص الجزم على الباب، يرص عنده رص، مبدا الرص ده سواء كده او كده يعني. تمام. طبعا دي برضه خدوها يعني اللي عايز يصورها، يعني حاجه كده يعني مختصره للريد فلاجز بتاعتنا. دي شرحها، طبعا في تشايلد احنا قلنا معظم الحاجات دي قلناها في الاعراض خلاص، ان الطفل ده ما بيستجبش لاسمه، ما فيش ملوش اي نيدز وهكذا. نعم؟ عايز كنت صورها وقالها. هي دي ولا الثانيه؟ نعم مش عارفه، ممكن اوديها للدكتور عمر، مفيش مشكله خالص، ابعتها لك بحضرنايا، العلم موجود للجميع في كل حته. طيب بنقول ايه؟ بنقول يا جماعه هنا
الاشعارات دي كلها يا جماعه قلناها خلاص يمكن في البرزنتيشن بتاعنا ان هو بيعمل الحركات الروتينيه ما بيستجبش. طبعا دي ريد فلاجز. اهم ريد فلاجز يا جماعه قايلينها الحقيقه في الابلايد اللي بيبقى نازل هي الخمسه ريد فلاجز. اهم حاجه دونت ريسبوند وير نيم، دونت ايميتيت بيهافير، ديسبلاي ليس ايموشن، تمام. وطبعا مفيش انجيجمنت شو اتنشن زي ما اتفقنا، وبريتند ليس. دول اهم ايه خمس حاجات في الريد فلاجز. طبعا خمس الاطفال دول يا جماعه بيحصل لهم حاجه اسمها ريجريسيف اوتيزم. يعني ايه ريجريسيف اوتيزم؟ الطفل يكون طبيعي جدا 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 والطفل ياخد الداون هيل او ياخد الكيرف النازل، ده بنسميه ريجريسيف اوتيزم، تمام. خمسهم 20% منهم، تمام. الحقيقه ما جابوش حاجه معينه مسببه ليها، يعني ايه الانسط اللي حصلت عشان يوصل لكده. طبعا الاوتيزم needs to be ruled out in any child who present with delayed development of speech، تمام. طبعا يا جماعه عشان الكلام ده كله الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس قالت لازم 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 واحنا نعمل ده كمان، نعمل سكريننج عند سنه ونص وسنتين. ولا بقول كمان قبل كده كمان، تمام. الطفل بتاع وزاره الصحه عندك بيجي لك بيطعم من مراكز وزاره الصحه، بيجي يطعم عند شهرين واربعه وسته وتسعه وعند سنه وسنه ونص وسنتين، مش كده؟ فاحنا الطفل بيجي فيزيتس مش قليله، ليه انا ما اعملوش اسسمنت وسكريننج في هذه الفتره في هذه الزيارات، تمام؟ حقه عليا اقول له طبيعي او مش طبيعي، تمام؟ كمل كمل. طيب تمام، بنعمل سكريننج ايه يا جماعه؟ بنعمل سكريننج بحاجه اسمها الام تشات. الام تشات ده اختصار ايه؟ اختصار تشايلد هود اوتيزم تشيك ليست فور اوتيزم ان تودلرز، تمام. عباره عن ايه السكريننج تول دي؟ هم عباره عن 23 سؤال بتجاوب بيس اور نو، بسال بيها الام تاخد منك دقيقتين 2 مينتس 2 مينتس، تمام. اهو اول واحده مثلا ابنك بيحب يلعب بيحب يتنجح على ركبتك، ممكن يقعد يتكلم بس ما يتكلمش نعرف نخلص. طيب هل طفلك بياخد ليه انترست في الاطفال الثانيه؟ هل طفلك بيحب يلعب بيكابو؟ شايفين دي واحده من ضمن الحاجات الاسسمنت. هل طفلك بيلعب لعب تظاهري او تخيلي؟ هل طفلك بيشاور بصباعه تمام ولا لا؟ هل طفلك وهكذا بيلعب ازاي باللعب الصغيره؟ هل طفلك بيجيب الاوبجكتس بيديك تلعب معاه؟ ها؟ كل 23 سؤال بنجاوب باه او بلا، واكوردنج للطفل بياخد سكور، تمام؟ وبنحطه هو بروبابل يبقى توحد ولا فعلا هو عنده ايه؟ مشكله محتاج ان احنا نتابعه او نعيد تاني الاسسمنت تاني. انت عايزاها تصوريها؟ اتفضلي. صورتوا دي خلاص؟ انا هديكوا بقى هبعت المحاضره للدكتور عمرو، مفيش مشكله، تمام؟ طيب واهي بقيت هم 23 سؤال. بيقول طبعا لو تشايلد بقى فيلز تشيك ليست. يا دكتوره ما تنزل الاماكن بتاعت الصحه دي مفروض ده اللي عملناه مع الدكتوره فيه تجربه في سجن الحياه وعلاج الطب النفسي عملناه من كام سنه والبيبر هيك اتنشرت في 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 اليوروبيان سايكاتري نشرناها الحقيقه من سنه كام نشرينها والله ما انا شايفه مش عارفه يعني المهم يعني ايه؟ 2020 لكن احنا طبعا كنا عملنا الشغل طبعا قبلها من فتره عملناه في اكثر من محافظه من محافظات مصر بحري وابلي واسكندريه والصعيد جينا ضربنا ناس سايكولوجيست ان هم يعملوا سكريننج دي ازاي وفي الاخر عملنا يعني جمعنا الداتا طبعا طلعنا طبعا انسلنس عالي طلعناه الانسلنس عالي انا فاكره طلعناه هقول لحضراتكم طالعينه يمكن 23% تمام طبعا نعم السكور عايزه اشوف السكور ايه اهو لو تشايلد فيلز ذا تشيك ليست وين تو اور مور كريتيكال ايتمز اور فيلز يعني اكثر من ثلاث ايتمز ده كده ايه لازم تعيديها تاني وتشوف كيف تبدا تعملي ريفيرال ثلاثة من 23 تمام او اثنين كريتيكال الكريتيكال عندك هم دول اللي هم بالبولت 2 و7 و9 و13 و14 و15 دول اسمهم كريتيكال ايتم يعني ده اسئله مهمه لو فيلد اثنين بس منهم او ثلاثه من الباقيين يبقى كده ايه في عنده مشكله وهاتوا تاني وشوفوا تاني وقيموا تاني تمام لو بيبقى في مشكله ابعتوا بقى للديفلوبمنتال بيديكريشن او للسايكايتريست اعمل عدد التقييم في ثلاث فتره مثلا سبريت قد ايه؟ ثلاث شهور مثلا ما تسيبيهوش هو سنتين ما تسيبيهوش بقى ابعتيه على طول بقى على طول عشان هو كده متاخر احنا عايزين في اول سنه اول سنتين شخصه تمام طيب بقول لكم طبعا طلعنا ريت عالي 23% انا ما عنديش مشكله نعمل اوفر دايجنوز وانا ابعت الطفل ما بيتكلمش متاخر او عنده اي مشاكل بس ايه ما سيبوش يتاخر او اطمنها اقول لها ما تقلقيش هيبقى كويس بس اشوفه تاني تمام المهم عندنا الكونسيبت بتاع السكريننج يا شباب اوكي طبعا امبورتنس اوف ايلي دايجنوزز اند انتنسيف ثيرابي ان تشيلدرن والاوتيزم طبعا بيقول طبعا هو الاوتيزم ملوش كيور كلنا عارفين كده يعتبر يمكن هو كرونيك ديزابيلتي تمام والناس كلها عارفه كده لكن لما اشخص طفل بدري اول سنه اول سنتين اقول لامه ابنك عنده مشكله واقول للاهل ابنكم عنده مشكله هيهتموا
ويبقى عندهم طبعا بره عندهم نظام انشورنس التامين الصحي لو بيدوا جلسات هذه بقى حاجات تبقى جلسات تفاضل وتمرين المهارات تعديل السلوك كيف لو في ادويه هياخدها ها نبتدي ندور الانسيدنس في اخواته وعمل ازاي هتقول لي اخوه ممكن يحصل له اخوه فابتدي بقى ابص على ايه على الحدوث في السبلينج نسبه حدوث في السبلينج 10% تمام لازم برضه تشخيصه بدري ليه اعرف ان هو عنده مشكله فممكن مشكله تتكرر في ايه في اخواته للاسف بنشوف عائلات عندها مشاكل ده ترانزين فاميليز تمام جينكس موجوده طبعا ده بقى حلو قوي الحقيقه الالجوريثم ده هنقوله سريعا كده مع بعض عيل او طفل جاي لك بديليت سبيتش تمام اعمل ايه اول حاجه طبعا اساس النون فيربال بيهافير ايه هو النون فيربال بيهافير ده يا دكتوره اللي هو الجيسترز يشاور يقول باي باي يبص لي دي كلها نون فيربال بيهافير مش كده لو هو جود شيك هيرنج شوف بيسمع ولا بيسمعش حاوله يسمع انا كده كده الحقيقه افضل حاجه بعد حياتي اعمل اي ار اللي هو بتزن برين ستيم ريسبونس دلوقتي لما اعطاك سكرين ماشي بس سكرين دلوقتي خلاص داخل درس الصحه كده ايوه ايوه تعمل اول شهر ده احنا بنقول على طول دلوقتي يجي لي امهات يقولوا عملناه واحنا بنحضر طيب جود شيك هيرنج طيب باد مش كويس شيك موتور سكيلز بيحرك كويس ما عندوش مشكله في موتور سيستم احنا قلنا اتفقنا خلاص احنا بنشوف كل الجلوبال ماين ستونز بنبحثها كلها لو جود برضه لو كان عنده حاجه اسمها بروبلم سبيتش ديلي تمام لو هو افكتد عنده في مشكله في موتور سيستم يبقى ده كده دخل كانه جلوبال يعني عنده سبيتش ديلي مع مشكله في موتور سيستم ده كده ممكن يكون جلوبال ديفلوبمنتال ديلي تمام عنده اكتر من حاجه افكتد في الديفلوبمنت طيب اسيس سوشيال انتر اكشن هو كويس ولذيذ كده وبيتفاعل مع الناس لو هو جود مفيش مشكله شوف برضه الموتور سكيلز لو موتور سكيلز كويسه يبقى برضه عنده سبيتش ديلي بس لو هو الموتور سكيلز افكتد زي ما قلنا يبقى ده جلوبال ديفلوبمنتال ديلي طيب لو عنده مشكله في السوشيال كونتكست او هو مش سوشيال او في عنده مشكله وعنده ريبيتيتيف بيهافير تمام طبعا ده ايه اكيد خلاص دخلنا كده في توحد صح انا عندي مشكله في سبيتش مع ريتوالز مع سوشيال خلاص مش موجود ده بقى يخش تحت ده تحت حاجه ثانيه اسمها كوميونيكيتيف ديس اوردر او سوشيال كوميونيكيشن ديس اوردر ده طفل عنده مشكله في التواصل تمام لكن ما عندوش ريتوالز تمام ده اسمه كوميونيكيشن ديس اوردر تمام بنقول دايما تسال على الانفايرمنت بتاع الطفل ده اسال على الكوموربيديتي اسال على السليب بتاعه اخباره ايه فيدنج اخباره ايه ها في البيئه اللي الكلام ده كله يا جماعه شرح التيبل ده فرق ما بين الاوتيزم والهيرنج امبيرد والجلوبال ديفلوبمنتال ديلي الانتليجنس في الاوتيزم طبعا نورمال او ديكليف هي معظمهم بيكونوا عندهم مشكله في الانتليجنس طبعا في الهيرنج او في الديف تشايلد هو نورمال في الديفلوبمنتال ديلي طبعا هو ديكليف تمام الاتنشن والاي كونتاكت في اطفال الاوتيزم طبعا وحشه ديكريز في طفل الدف طبعا كويسه جدا ده سؤال بتاع ايه يختلف الطفل الدف عن الطفل الاوتستيك طبعا ديفلوبمنتال ديلي عنده نورمال عنده نورمال اتنشن ونورمال اي كونتاكت هو ديلي عنده المنتال ريتارديشن عنده انتجرس ابيليتي لكن هو بيبص لي وبيتفاعل معايا هل ده عنده ستيريوتايبي طبعا موجود في الاوتيزم مش موجود في الناحيتين التانيين هل عنده الايماجينيشن او البريتند بلاي طبعا مفقود طبعا في التوحد موجود في الاثنين التانيين البير انتر اكشن طبعا مفقود في التوحد موجود في الاثنين التانيين تمام ده رد السؤال اللي انا سالته في اول المحاضره طبعا دي ديفرنت دايجنوز للبلاي سبيتش كلها ممكن يكون يا جماعه ببساطه ليه ستارت اب اتكلم متاخر ايه يعني ابوه كان كده اتكلم متاخر اقول لهم في العياده كده حد اتكلم متاخر لو بتقول لي ما اعرفش انا كلمت بدري انا ما اعرفش طب لو قلت اتكلم متاخر وساعتها مش عارفين لكن لو انت خدت الهيستوري كويس هتلاقي عندهم فاميلي هيستوري مثلا هو كلمه متاخر واخوه اتكلم عنده سنتين وبعد كده بقى كويس تمام فممكن يكون ليت ستارت من ديبريفيشن زي ما قلنا او جلوبال ديبريفيشن ليه ديبريفيشن بقى ده بتكلم فيه ده اللي حصل بقى ساعه الكوفيد الناس بقت قاعده كلها على الموبايلات والاطفال ما بتروحش الحضانه الاطفال اللي اتولدت فعلا فصلت اللي ما راحوش فعلا حضانه ساعه الكوفيد اللي هم عندهم سنتين او اقل شويه فعلا عندهم سبيشال ليه ده حقيقي فعلا موتور ديفيسيت الام مشغوله بيك مشغوله اللي مسافرين بره قاعدين في حته بره ما فيش معاهم اقرباء ولا ناس بيتكلموا الطفل مش حد بيتكلم معاه خالص بالتالي مش هيطلع مش هيتكلم كويس هيرنج فيجن ديفيكس طبعا سبيتش اون لانجويج اوردر طبعا قلنا اي دي اتش دي اوتيزم او ليرنينج ديس اوردرز طبعا بقول ده كان يا مكان حكايه الناس كلها كانت بتلعب مع اولادها وبتتفاعل معاها وبتقرا لها كان يا مكان ها دلوقتي احنا كده ده حقيقي احنا قاعدين في اوضه واحده وقاعدين في بيت واحد مش في بيت واحد قاعدين في اوضه واحده كل واحد ماسك ديفايس تمام موبايلات والطفل نفسه الطفله قاعد على التابلت هو بيديله ده عشان يسكت ويتفرج وخلاص ويتفاعل طبعا دي حضرتك خوف جدا تمام
لان احنا الحقيقه اللي بنشوف نتائجها فعلا. بيجي لي اطفال عندهم سبيتش ديلي مش متخيلين ازاي الفتره دي فعلا، واطفال عندها اي دي اتش دي فعلا عندها انترنت ادكشن. تمام، فلازم ايه ناخد بالنا من الموضوع بتاع الانترنت وموضوع التابلتس والموبايلات يا جماعه، وايه ونادي الادفايس ونعمل اويرنس على قد ما نقدر طبعا على مستوى الشخصي ومستوى ايه العلمي بتاع شغلنا. وشكرا جزيلا. هذا رائع، اليوم رائع. شكرا والله، شكرا.